السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير. انا مهندسة رغدة، هشتغل معاكم ان شاء الله سيكشن الفيزياء بتاع شابتر 3 جاوس 2. طيب احنا كنا اصلا اشتغلنا في الكلية قبل الاجازة لحد الجزء الاول من شابتر 3، بس كان في ناس لسوء الحظ يعني بسبب العاصفة اللي كانت قبل الاجازة لما كانت الدنيا بتمطر وكده، فاتهم ما حضروش اصلا شابتر 3، وبالتالي هم كانوا 4 سكشن او حاجه، وبالتالي اول فيديو هينزل هيكون خاص بشابتر 3 بنفس السيستم اللي شغالين في السكشن. هشرح ملخص سريع للقوانين وبعد كده هبدا احل معاكم المسائل. هحل المسائل بترتيب شويه مختلف غير اللي كان في السكشن، لانه الفيديو هنا يعني هحط حاجات ورا بعضها بحيث انه ترتيبها يعني يبقى ترتيب منطقي عشان عايزه اوصل لك افكار معينه. فهقول لكم برضو ترتيب المسائل اللي انا هحل بيه ايه وانا شغاله. ملحوظه بس صغيره، انه انا كان ممكن جدا اعمل باوربوينت ونشتغل عليه ويبقى الوضع يعني شكله بروفيشنال اكتر من كده، ولكن انا فضلت انه اشتغل بورقه وقلم، لانه يعني زي ما بنبقى في السكشن كده الموضوع بيبقى تفاعلي اكتر وبحسه ايه يعني افضل من ناحيه انه توصيل المعلومه، انه لما اكون بكتب قدامك المعلومه يعني فكده الاسلوب بيبقى اوضح. طيب حاجه كمان صغيره، انه لو انا اشتغلت دلوقتي شابتر 3 ما حدش من زمايلي تاني هينزل فيديو تاني شابتر 3، يعني الموضوع ده كان بيبقى موجود في الكليه بس على النت بقى واونلاين الموضوع هيبقى يعني لو كل معيد هينزل جزء او حاجه. خلاص خلونا بقى نبدا نتكلم على شابتر جاوس لو. اول حاجه او اول مفهوم هتلاقيه موجود عندك في الشابتر ده بيتكلم عن حاجه اسمها الالكتريك فلكس، اللي مرموز له بانه رمز، اللي مرموز له بالرمز فاي. طيب فاي دي عباره عن ايه، او الفلكس ده عباره عن ايه؟ الاول كلمه فلكس معناها فيض، وكلمه فيض معناها ايه؟ معناها سريان بيعدي في مساحه، سريان بيمر في مساحه. فكنا زمان نقول ايه، حصل فيضان للميه. يعني ايه حصل فيضان؟ يعني الفلوريد بتاع الميه عدى في مساحه معينه. خلاص طيب لو انا بتكلم بقى على سيستم كهرباء، فيعني ايه الكتريك فلكس؟ قال لك الالكتريك فلكس ده اللي بيحصل عليه فيضان هو خطوط المجال الكهربي. خطوط المجال الكهربي هي اللي بتقدر تعبر مساحه، والقانون بتاع الفاي ده عباره عن الاي في الاي في كوزين السيتا، حيث ان السيتا دي هي الزاويه ما بين العمودي على المساحه وخطوط المجال. طيب فتعالوا كده نرسم رسمه صغيره توضح الكلام ده. لو انا دلوقتي عندي ادي المساحه اهيت بالمنظر ده، وفي خطوط مجال ماشيه كده، فدي الاي خلاص، وعندي عايز اجيب السيتا اللي في الاي دي، فبروح رسمه خط عمودي على المساحه وليكن كده مثلا، ولما ارسم خط عمودي على المساحه كده اجيب الزاويه ما بين العمودي على المساحه اللي هي دي والاي، الزاويه دي هي هتبقى السيتا اللي هي هنا بالظبط كام؟ 90 درجه. فلما تكون الكوزين سيتا، لما تكون الكوزين ب 90 لما تكون سيتا ب 90 فكوزين 90 هتبقى بزيرو، وبالتالي الفلكس هيبقى بزيرو هو كمان، ودي المينيمم فاليو. وهنا الموضوع ده منطقي جدا، لانه لما تكون خطوط المجال ماشيه موازيه للسطح، يعني اصلا ما بتعبرش السطح، يعني مش بتعدي من المساحه، وبالتالي اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الفيض هنا بكام؟ بزيرو. طيب بالعكس بقى، لو انا دلوقتي عندي خطوط المجال ماشيه بالمنظر ده، يعني ادي هنرسم رسمه كمان، لو خطوط المجال جايه من اسفل الجسم، يعني مثلا ادي السطح اهو سطح جسم، وخطوط المجال داخله من تحت لفوق كده خلاص، وانا عايز اجيب الفلكس اللي بيحصل على السطح ده العلوي ده. فعشان اجيب الفلكس اللي على السطح العلوي ده هعمل ايه؟ هقول ادي خطوط المجال اهي، يعني دي خطوط اتجاه الاي، يبقى ده اتجاه الاي للراس الاعلى كده، وادي العمودي على المساحه اهو، وبالتالي الزاويه ما بين ده وده ايه؟ الزاويه ما بين ده وده زيرو، وبالتالي كوزين زيرو هتبقى بواحد، ويبقى الفيض هنا اعلى قيمه ليه واحد. لاحظ ان الكوزين بتتراوح من فين لفين، اقل قيمه ليها سالب واحد واعلى قيمه ليها واحد، وبالتالي لو انا وصلت ان دي هتبقى عباره عن واحد فهيبقى الفيض هو الماكسيمم. وهنا لان كل الفيض بيعدي بالمساحه بتاعتي لانه داخل عمودي على المساحه، فمنطقي جدا ان الفاي تبقى ماكسيمم. خلاص ده كده بخصوص اول مفهوم عايزه اتكلم عليه. طيب حاجه مهمه بقى جدا، وانا بجيب العمودي على المساحه، لو انا دلوقتي عندي سطح واحد بس
سطح واحد بس بالمنظر ده، وفي خطوط مجال معدية وليكن بالمنظر ده. هتلاقوها دي مسألة عندكم زي المسألة اللي هي في صفحة 83. في المسألة دي ادي خطوط المجال اهي. لما اجي افترض العمودي على المساحة، ما انا ممكن افترض عمودي على المساحة لفوق هنا، وممكن افترض عمودي على المساحة لتحت. افترضه بناء عن ايه؟ هفترضه هنا بناء على في نفس اتجاه خطوط المجال، يعني في الناحية اللي فيها خطوط المجال. فهفترض العمودي على المساحة هنا فين؟ لفوق بالمنظر ده كده. طيب لو انا بتكلم بقى عن جسم ليه فوليوم، لما اكون بتكلم عن جسم ليه فوليوم، فلما باجي افترض الخط بتاع العمودي على المساحه بفترض اتجاهه ازاي؟ بفترضه عمودي على الجسم وخارج من الجسم لبره. فهنا بفترضه كده، ما هو في عمودي على المساحه لجوه، داخل جوه ابعاد الجسم او داخل جوه الفوليوم بتاع الجسم، ولكن ده ما يعنينيش انا، يعنيني بس اللي هو فين، اللي هو خارج بره ابعاد الجسم او خارج بره الفوليوم بتاع الجسم. وهنا بفترضه يبقى هنا الزاويه كام؟ الزاويه ما بين خطوط المجال، لو ده خط المجال وده العمودي على المساحه، يبقى الزاويه كده كام؟ 180 درجه. يبقى الفلكس عندك في الاخر هيطلع بالسالب. طيب لاحظ ان السالب ده بس هو جاست اشاره مش مقدار، تمام؟ انا اللي بيعني معايا يعني يعني هو كده مش مينيمم، هو كده ليه فاليو بس مش هي دي المينيمم، هو بس السالب ده بيعبر عن الاتجاه. طيب هنا عندي ايه؟ عندي لو انا افترضت ان ده اتجاه، ده اتجاه المجال اهوت، فهفترض العمودي على المساحه خارج لبره، وبالتالي الزاويه هنا برضو تبقى كام؟ تبقى 180. طب تعالى على اللي تحت دي، افترض العمودي على المساحه هتفترضه خارج بره الفوليوم بتاع الجسم، فهيبقى بالمنظر ده لتحت كده، وادي اتجاه المجال، فهيبقى الزاويه هنا كام؟ زيرو، وهتبقى اعلى قيمه. خلاص. طيب ده كده بخصوص الفلكس اللي انا كنت عايزه اوضحه في الاول. طيب تعالوا نتكلم على تاني مفهوم في الشابتر ده، او تاني جزئيه عايزه اوضحها، اللي هي جاوس لو. جاوس لو، جاوس لو دوت، او كلمه قانون جاوس، او جاوس ده اصلا ايه؟ جاوس ده عالم فرنسي قدر يجيب قيمه الالكتريك فيلد بطريقه اسهل من اللي كنا بنشتغل بيها في شابتر واحد وفي شابتر اتنين. بمعنى ان انت في نهايه شابتر واحد وفي شابتر اتنين كان عندك شويه مشاكل كده مع الكونتينوس تشارج ديستريبيوشن، مشاكل كبيره شويه في التكامل بتاعها والكلام ده. كان المسائل بتاعتها اصعب شويه وبتحتاج مني خطوات اطول. فجاوس قدر ان هو يجيب لي قيمه الفلكس، قيمه الالكتريك فيلد عفوا، بطريقه اسهل بكتير من اللي احنا اشتغلنا بيها في شابتر واحد وفي شابتر اتنين. كانت الصيغه الرياضيه للقانون بتاعه بتقول الفاي بيساوي التكامل على السطح المغلق للاي دوت الدي اي، الكلام ده بيساوي كيو انبوت على الابسلون نوت. طيب خلينا نفسر واحده واحده ده عباره عن ايه. قال لك السطح المغلق ده هو سطح جاوس، هفترضه بعد شويه بناء على شويه معلومات هقولها لك او شويه معطيات هديها. طيب والاي الالكتريك فيلد، والدي اريا الديفرنشال اريا جزء صغير من المساحه هبدا اكامل عليه. طيب والكيو انبوت، الكيو اللي موجوده جوه السطح المغلق بتاع جاوس، والابسلون نوت كلنا عارفينها. دي كده الصيغه الرياضيه. طب تعالوا نشوف هو اصلا عمل ايه. قال لك لما انت كنت بتشتغل شابتر 2 وكان بيبقى عندك شحنه، ولتكن مثلا نفترضها شحنه موجبه ليها قيمه كيو، خلاص. وجيت انت، خلينا نفترض سطح تخيلي عباره عن كوره، هحط جواها الشحنه دي، والشحنه دي هتكون في سنتر الكوره دي. فدلوقتي من خلال شابتر 2 لو انا عايز اجيب قيمه الالكتريك فيلد عند النقطه دي، هتقول لي خلاص انا خدت في شابتر 2 ان الاي بيساوي الكي في كيو اللي هي عندك دي على ار سكوير اللي هي البعد ما بين الشحنه والنقطه اللي انا هجيب عندها. جميل. فهيبقى المجال اللي هو من الشحنه دي للنقطه دي بيعتمد على المسافه دي. طيب حلو جدا. طب افرض انا مش هجيبه عند النقطه دي، هجيبه عند النقطه دي. هتقول لي طيب كي في كيو على الار، طب مش الار دي ثابته للريديوس بتاع الكوره؟ تمام. فيبقى انا دلوقتي عندي قيمه الالكتريك فيلد ثابته فين؟ على كل السيرفيس بتاع الكوره دي، يعني على السطح المغلق بتاع الكوره ده قيمه الاي ثابته، صح؟ يبقى اذا قيمه الاي دي ينفع تطلع بره التكامل لان هي اصبحت رقم ثابت، ينفع اطلعها بره التكامل واعمل التكامل على السطح المغلق بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاريا. فانا كده قدرت اكامل بالنسبه لمتغير واحد او لمجهول واحد اللي هو الاريا، فتكامل الدي اريا هيطلع عندك باريا. الاريا هتساوي الكيو، فهيبقى عندك الاي وتكامل بالنسبه للاريا، وتروح تطلع من هنا من الخلال دوت الاريا دي بقى توديها الناحيه الثانيه او تخليها زي ما هي. المهم ان انت بالنسبه لك هيبقى الاي خلاص طالما رقم ثابت هتقدر تعينها بدلاله الاريا، تمام. وهو ده كان كل اللي بيسعى له جاوس في
قانون ان هو يخلي قيمه الالكتريك فيلد ثابته على السطح المغلق اللي هو بيتكلم عليه، وبالتالي اقدر اعين بسهوله جدا قيمته، لانه انا هيبقى عندي جوه التكامل الدي اريا وتكامل الدي اريا بايه. طيب ده كده بخصوص ده كده المثال السهل للموضوع. لو انا كان بيبقى عندي شارج درود، فالتشارج درود ده في شابتر 2 وفي شابتر 1 كان بيبقى صعب جدا ان انا اعينه الالكتريك فيلد بتاعه. طيب فكنت بعمل فكنت بفترض جزء صغير، باخد اليمنت صغير وابدا اكامل عليه واشتغل، هشوف لو انا عندي لامدا وكلام كتير كده كنا اشتغلناه مع بعض في السكشن اللي فات. فهنا جه جاوس قال لك ايه؟ قال لك انت دلوقتي عندك رود افترض له سطح مغلق وليكن مثلا سطح زي الاسطوانه، حطه في السنتر بتاع الاسطوانه دي، وبالتالي بعد الرد ده او بعد كل نقط الرد ده عن الاسطوانه هتحقق لي ان قيمه الالكتريك فيلد على سطح الاسطوانه قيمه ثابته، وبالتالي قيمه الاي دي اقدر اطلعها بره التكامل، ويبقى انا كملت على السطح المغلق اللي هو سطح اسطوانه اللي هو يعتبر سطح جاوس. وطالما طلعت الاي بره التكامل هقدر اجيبها، لانه جوه التكامل بقى فيه الدي اريا وتكامل الدي اريا باريا، والكلام ده بيساوي ايه؟ كيو انبوت اللي هي محصله الشحنات الموجوده على الرد او الشحنه اللي هي القيمه دي على سماحيه الوسط المحيط، ودول ما فيهمش مشكله، وبالتالي اقدر اعين قيمه الاي بسهوله. وكان هو ده وظيفه قانون جاوس، ودي كانت الصيغه الرياضيه بتاعته. طيب نفهم اكتر كده بتالت نقطه في الشابتر ده اللي هي بتتكلمني عن جاوس سيرفس. جاوس سيرفس اكيد سطح جاوس ده اللي احنا بنفترضه والسطح المغلق ده ليه خصائص معينه. قال لي اه ليه خصائص معينه. دي تلات نقط عايزه اوضحهم لك ونشتغل بناء عليهم طول المساء. ايه التلات نقط اللي انا عايزه اقولهم؟ اول حاجه قال لك ان انت بتفترضه سطح مغلق بيقسم الوسط المحيط لجزء جوه وجزء بره. تخيل كده الكره دي لو هي سطح مغلق، فاكيد لو محبوس جواها غاز، الغاز ده مش هيختلط بالهواء اللي هو الوسط المحيط اللي موجود بره، وبالتالي هي الكره دي قسمت لي الفراغ لجزئين، جزء جواها وجزء بره. دي كده بخصوص اول بوينت. طيب بخصوص تاني بوينت عن جاوس سيرفيس بيقول لي ايه؟ انه جاوس سيرفيس ده لازم يحقق لي سيمتريه في قيمه الالكتريك فيلد، وبالتالي والا ما يبقاش ليه معنى، لانه انا دلوقتي لازم اضمن ان قيمه الاي ثابته على السطح ده لكل النقط على السطح ده ثابته، وبالتالي في تماثل، وبالتالي قيمه الاي بقت ثابته، يبقى ينفع تطلع بره التكامل والتكامل يكون على الدي اريا بس، وابدا اشتغل اروح اجيب قيمه الاي، لانه انا هعرف اكامل لو سطح اسطوانه التكامل الدي اريا باريا، واحنا عارفين الاريا بتاعت الاسطوانه هتبقى عباره عن محيط القاعده ديت بتاعتها في اللينس. خلاص طيب لو هي مساحه كوره فهقدر اقول 4 باي ار سكوير وهكذا. الكلام ده كله هنبقى نتعرض له في المسائل. فيبقى دلوقتي انا محتاجه سطح يضمن لي سيمتريه في قيمه الاي. تمام. طيب دي كده بخصوص تاني بوينت. طب وتالت بوينت عايزه اقولها، قال لك ان انت دلوقتي بتفترض ابعاد السطح اللي انت بتفترضه ده بناء على ايه؟ بناء على النقطه اللي انت عايز تجيب عندها قيمه الالكتريك فيلد. بمعنى ان لو انت عايز تجيب قيمة الالكتريك فيلد على بعد 3 سنتيمتر ار ب 3 سنتيمتر من كيو معين، فهتفترض انه جاوس سيرفيس عباره عن كوره الراديوس بتاعها عباره عن 3 سنتيمتر. طب افرض انت عايز تجيب الالكتريك فيلد على بعد 5 سنتيمتر من الشحنه اللي موجوده عندك، فهتفترض سطح جاوس عباره عن كوره الراديوس بتاعها عباره عن 5 سنتيمتر وهكذا. يبقى دي بخصوص ثالث بوينت اتكلمنا عليها لسطح جاوس. ده كده اول كام نقطه انا عايزه اوضحها. طيب حاجه مهمه جدا كمان عايزه اوضحها، انه الكلام ده بقى لما اجي اطبقه في المسائل هيبقى ايه وظيفته؟ هيبقى وظيفته ان انا اجيب الالكتريك فيلد. هيبقى وظيفته اجيب الالكتريك فيلد. طيب الالكتريك فيلد اللي عندك في المسائل في الشابتر ده متقسم لكذا نوع، لانواع كتير جدا. ايه هما؟ خلونا نعملهم في صفحه جديده. القوانين بقى بتاعه المسائل اللي احنا هنبدا نحل بيها الالكتريك فيلد هتبقى ايه القوانين دي؟ اول قانون هيكون للبوينت تشارج اللي احنا خدناه في شابتر 1 اللي احنا خدناه في شابتر 2 عفوا واشتغلنا عليه، اللي هو القانون البسيط اللي كنا حافظينه من الشابتر اللي فات، الاي بتساوي كي في كيو على ار سكوير. ده كده بخصوص اول جزء. طيب تعالوا نتكلم على تاني جزء. قال لك لو انت دلوقتي عندك رد اوف تشارجد رود، فالتشارجد رود دوت هيكون ليه قانون للاي مستنتج منين؟ مستنتج من قانون جاوس. يعني القانون اللي انا هكتبه ده انا حافظاه، بس انا جايباه منين اصلا؟ ليه استنتاج عندك في الشابتر في
جاي منين الاستنتاج؟ جاي من القانون ده بتاع جاوس، كل القوانين اللي انا هكتبها دلوقتي جايه من القانون ده، مستنتجه من هنا ان هما بداوا يفترضوا سطح معين مناسب للتشارج درود. يعني انا دلوقتي عندي التشارج درود ده، افترضت له سطح جاوس عباره عن اسطوانه مغلقه، وبدات اشتغل عليها واكامل عليها واعمل التكامل على الاريا واشوف التكامل على الاسطح دي، وابدا اشتغل على الكيو انبوت والابسلون نود واطلع علاقه بتجيب لي قيمه الاي الواحده. فالعلاقه دي طلعت بانه منظر، طلعت بالشكل ده، عباره الاي بتساوي 2 كي في لامدا على ار. دي كانت العلاقه بتاعه التشارجد رود. طيب ثالث علاقه في الشابتر ده هنبدا نحتاجها في المسائل، كانت بتاعه عباره عن البلان شيت. يعني ايه بلان شيت؟ يعني بالظبط كده حاجه زي الكتاب ده، يعني متوازي مستطيلات، خلاص غالبا بيهمل الستكنس بتاعه. قال لك دوت متقسم عندك لنوعين، نوع كوندكتنج ونوع نون كوندكتنج. الكوندكتنج والنون كوندكتنج، وليه احنا قسمنا لنوعين اصلا؟ تعالى كده ارسم الشيت ده وخلينا نفسر يعني ايه كلمه كوندكتنج ويعني ايه كلمه نون كوندكتنج. كوندكتنج يعني شحناته موجوده على سطحه، على سطحه بس. ونون كوندكتنج يعني شحناته موجوده في الثيكنس بتاعه، مسموح ان هي تكون موجوده في الثيكنس بتاعه. طيب ليه الشحنات هنا بتكون موجوده على السطح والشحنات هنا بتكون موجوده على في الثيكنس؟ نقطه مهمه جدا ومشروحه في الكتاب، انه دلوقتي الكوندكتنج ماتيريال هي عباره عن ايه؟ ماتيريال بتوصل حراره وبتوصل كهرباء. فتفترض مثلا ان هي الومنيوم، نحاس، حديد، اي حاجه من الحاجات دي. فالمواد دي كلها فيها الكترونات سالبه موجوده في المدارات الخارجيه، صح ولا لا؟ الالكترونات اللي موجوده دي لو انا جيت شحنت الجسم ده بشحنه وافترضت ان الشحنه دي موجوده جوه السكنس بتاعه، فالشحنه اللي موجوده اي شحنه بتسبب مجال زي ما خدنا في شابتر 2. فالشحنه اللي موجوده في السكنس بتاعه دي هتسبب مجال كهربي. المجال الكهربي ده هيأثر على الالكترونات الحره اللي موجوده في المدارات الخارجيه للكوندكتنج ماتيريال. وطالما في مجال كهربي وفي الكترونات حره، اذا في حركه للالكترونات دي، اذا في مرور تيار كهربي، واحنا هنا بنتكلم على الالكتروستاتيك، يبقى ده غير مسموح بيه. تمام؟ يبقى دلوقتي ما ينفعش ان يمر تيار كهربي والشحنات دي انا بقول عليها شحنات اصلا ساكنه، يعني انا شحنت الجسم ده شحنات المفروض ان هي ساكنه، فازاي هيمر تيار كهربي نتيجتها؟ فكده ده غير مسموح بيه. فايه اللي بيحصل؟ بتقوم الشحنات اللي انا بشحن بيها الجسم دي بتخلي نفسها تتوزع على السطح الخارجي للجسم ده، سواء كان السطح الخارجي ده هو السيرفيس بتاع البلانشيت او السيرفيس بتاع كوره، بحيث ان هي تضمن لنفسها انه متوزعه على اكبر مساحه. ولما متوزعه على اكبر مساحه ايه اللي يحصل؟ القوى اللي موجوده ما بينها وما بين بعضها قليله جدا، وبالتالي وصلت لوضع الاتزان، وبالتالي تاثيرها على الالكترونات الحره دي بيكون اقل تاثير وبتكون ساكنه. الشحنات ديت بتكون وصلت لوضع الاتزان بتاعها، ويبقى انا كده وصلت للوضع بتاع الالكتروستاتيك اللي انا بتكلم عليه طول الشباتر اللي فاتت والشابتر ده، خلاص. فيبقى كلمه كوندكتنج او كلمه موصل تعني عندي ان مفيش اصلا اي شحنات موجوده داخل الثيكنس، والشحنات متوزعه على السيرفيس الخارجي بحيث تضمن ان هي متوزعه على اكبر مساحه بحيث ما تقصرش على بعضها وتكون في حاله اتزان وما يكونش فيه اي حركه للشحنات دي، خلاص. طيب جميل جدا. وبالتالي اول ما يقول لك كلمه كوندكتور جوه الشابتر ده هتقول له الشحنات موجوده فين؟ على السطح. طيب نون كوندكتنج شحناته موجوده فين؟ في الثيكنس بتاعه، خلاص. ده كده فيما يخص البلان شيت. برضه البلان شيت جم افترضوا له سطح جاوس، وافترضوا سطح جاوس هنا عباره عن اسطوانه، وبدا يثبت لك الاثبات بتاعه في الكتاب، ومن هنا طلع القانون بتاع الاي. القانون بتاع الاي كان عباره عن الاي في الكوندكتنج سيجما على الابسلون نوت، والسيجما اللي هي كثافه الشحنات على السطح اللي هي الكيو على الاريا زي ما خدنا الشابتر اللي فات، وفي النون كوندكتنج الاي كانت عباره عن السيجما على 2 ابسلون نوت. تمام. ده كده بخصوص نوع المسائل اللي هو بتاع بلان شيت. بكرر تاني ان كل القوانين دي مستنتجه منين؟ مستنتجه من قانون جاوس اللي احنا شرحناه المره الصفحه اللي فاتت، اللي هو بيطبق فيه من خلال فرض وسطح جاوس ويبدا يثبت لحد ما يوصل في النهايه للقانون ده، خلاص. ده كده بخصوص البلان شيت. طب تعالى بخصوص السفير. بخصوص السفير انت عندك ايه؟ قال لك عندك في السفير برضو كوندكتنج سفير ونون كوندكتنج سفير. الكوندكتنج سفير دي يعني ايه؟ يعني كوره شحناتها موجوده فين؟ هل موجوده داخلها؟
الإجابة لا، شحنتها موجودة على سطحها الخارجي. وطالما قال لي سفير وما قاليش شيل، يقصد بيها إنه الكرة دي مصمطة، يعني جواها ماتيريال، يعني مش زي بالونة كده مش جواها هواء، لا جواها ماتيريال. فلو هي من الحديد، جوا كل ده في جزيئات حديد، خلاص الشحنات بتاعتها طالما كوندكتنج موجودة على سطحها الخارجي. بخصوص الكرة، هيبقى عندك ثلاث قوانين للإي أثبتهم لك في الكتاب: قانون على السيرفيس، وقانون على الانسايد، قانون في الانسايد وقانون في الاوتسايد. خلونا الاول نشتغل على اسهل واحد، اللي انا المفروض ان انتوا تكونوا عرفتوه من الشرح اللي انا شرحته، الانسايد. قال لك ان هي طالما كوندكتنج، يبقى شحنتها موجوده على سطحها الخارجي، وبالتالي لو انا جيت قلت لك ان انا عايزه اجيب الالكتريك فيلد عند نقطه في النص هنا، ولتكن مثلا بتبعد بي عن الار، فهتقول لي ان الاي انسايد بتساوي زيرو. ليه بتساوي زيرو؟ لان مفيش شحنات جوه، وبالتالي كيو انسايد لما اجي اعوض هنا في القانون ده، هلاقي ان مفيش كيو انسايد اصلا، يعني مفيش شحنات موجوده جوه السيرفيس اللي انا بتكلم عليه، او جوه سطح جاوس اللي انا هفترضه على الكوره ديت، وهيبقى مفيش شحنات جوه، فهيبقى قيمه الاي بالتالي بصفر، دي بصفر، فهيبقى ده كمان بصفر، فهيبقى قيمه الاي انسايد بزيرو. طيب والاي اوتسايد؟ لا، الاي اوتسايد هيبقى ليها قيمه، لان انت لو جيت طلعت سطح جاوس بالمنظر ده هنا كده، فهيبقى في جوه سطح جاوس قيمه للكيو انسايد، وبالتالي ليه في عفوا هيبقى في قيمه للكيو انسايد، وهيبقى في اوتسايد الكتريك فيلد عند النقطه دي قيمته هتبقى كي في كيو على ار سكوير، وحيث ار هي البعد من السنتر لحد النقطه او لحد السيرفيس بتاع جاوس اللي انا هجيب عنده اوتسايد ذا سفير. طيب لو انا بتكلم على السيرفيس، لو انا بتكلم على هنا، هيبقى فيه قيمه برضو هنا، لانه لما اجي احط سطح جاوس هيبقى فيه كيو انبوت جواه، وبالتالي هتبقى فيه كي في كيو على ار سكوير، حيث ار سكوير دي هي الراديوس الداخلي، او عفوا هي الراديوس الخارجي للسفير دي، خلاص. ممكن تسمي دي ار كابيتال، او يعني ار ابعد من الار سمول اللي موجوده جوه هنا، خلاص، يعني دي ار سمول ودي ار كابيتال، خلاص. بخصوص النون كوندكتنج سفير بقى، النون كوندكتنج سفير زي ما احنا اتكلمنا انه اي نون كوندكتنج شحنتها موجوده في الفوليوم بتاعها، جوه السيكنس بتاعها او جوه الفوليوم بتاعها، تمام، جميل. طيب هنا برضو في ثلاث حالات او ثلاث اثباتات، في اي انسايد، وفي اي على السيرفيس، خلينا نمشي بنفس الترتيب، اي على السيرفيس، اي انسايد، واي اوتسايد، خلاص. الاي اللي على السيرفيس هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى هل في قيمه للاي على السيرفيس؟ هتبقى كي في كيو على ار سكوير، حيث الار دي اللي هي نص القطر بتاع الكوره دي. طيب والاي انسايد، هل هيبقى في قيمه للاي انسايد؟ لان انا لو جيت خدت سطح جاوس بالمنظر ده كده، لو جيت خدت سطح جاوس صغير كده جوه هنا، فجوه السطح ده بما ان الشحنات متوزعه في الفوليوم، فهيبقى في كيو انسايد، وبالتالي هنا لما اجي اعوض في القانون بتاع جاوس هلاقي في كيو انسايد، يبقى في قيمه للاي، خلاص، فيبقى في قيمه للاي مستنتجه، فهتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عندك كي في الكيو في حاجه اسمها الاي على الار تكعيب، او الريديوس الخارجي تكعيب. ايه الاي دي؟ الاي دي اللي هي الريديوس، يعني مثلا الكوره دي الريديوس بتاعها كله 5، والاخضر ده على بعد 3 بس، فالثلاثه دي هي بتمثل عندي الاي دي، فهيبقى كيو في الاي على ار تكعيب، حيث ار تكعيب ايه؟ هي الخمسه الخارجيه دي، او اللي هو الريديوس الاصلي بتاع الكوره، خلاص. طيب والاي اوتسايد عباره عن ايه؟ عباره عن كي في كيو على ار كابيتال تربيع، خلاص، اللي هي الريديوس الخارجي او المسافه بره الكوره اصلا اللي انا عايزه اجيب عندها، ولتكن مثلا في النقطه دي هسمي دي ار، خلاص. ده كده بخصوص القانون بتاع النون كوندكتنج سفير. طيب بعد النون كوندكتنج سفير عندك ايه؟ عندك حاجه اسمها الكافيتي. الكافيتي، طيب الكافيتي دي يعني ايه؟ يعني عندك انت سفير بس جواها فراغ، او ممكن نسمي الجزء ده كوندكتور ويز اكافيتي، كوندكتور ويز اكافيتي. المفروض كنت اشرح قبليه حاجه اسمها الشيل، بس خلينا نتضمن الاثنين مع بعض في نفس الوقت، كوندكتور ويز اكافيتي. طيب الكوندكتور ويز اكافيتي ده عباره عن ايه؟ الشيل، كلمه شيل، كلمه شيل عباره عن كوره ليها سيكنس
بس جواها فراغ، يعني بالظبط زي البالونه كده. بس هنفترض بقى ان السيكونس بتاع البالونه ده يعني بعتبره معايا او بعمل حساباته معايا خلاص، فده يبقى اسمه شيل. طيب كوندكتور ويز ا كافيتي، هو عايز يقول لك ان هو لو انت عندك شيل، الشيل دي مصنوعه من ماتيريال كوندكتنج، يعني اللي انا ظللته بالاحمر ده عباره عن ميتال، وليكن مثلا نحاس، حديد، المونيا، اي حاجه خلاص، جواه كافيتي. يعني ايه جواه كافيتي؟ يعني جواه فجوه، فجوه دي يعني هوا، يعني بالظبط هو شيل بس من ايه؟ من الكوندكتور خلاص. الشيل لو احنا شغالين عليها شيل عاديه خالص، وجي قال لي هات لي الاي انسايد بتاعتها وهي كوره مشحونه، فشحنتها المفروض ان هي لو كوندكتور هتكون على سطحها بالمنظر ده، فلو انا بجيب الاي انسايد جواها هتبقى الاي انسايد جواها بزيرو. طيب لو انا بجيب الاي بتاعتها في الثيكنس، وانا بكلمك ان هي كوندكتور، فلو هي كوندكتور المفروض ان في الثيكنس مفيش اي شحنات، وبالتالي الاي في الثيكنس بتساوي زيرو، انما الاي اوتسايد هيبقى ليها قيمه، والاي اوتسايد دي قد تعني عند الراديوس الكبير او اللي هو الراديوس الاوتر، او على مسافه ابعد، يعني مثلا وليكن مثلا نفترض لحد النقطه دي 5، فلو انت عايز عند 7، لو انت عايز عند 9 هيبقى فيه قيمه للاي خلاص. طيب وبالتالي احنا اتكلمنا لو هي شيل ومن ماده كوندكتور، فجواها الاي بتاعتها بزيرو، على في السيكنس الاي بتاعتها بزيرو، على السيرفيس في قيمه، واوتسايد خالص في قيمه. لو انا دلوقتي جيت حطيت جوه جوه الكوندكتور ده شحنه، ولتكن مثلا ليها قيمه موجب، افترض ان انت حطيت شحنه هنا موجب جوه الكافيتي دي، فالشحنه الموجبه دي لو انت جيت خدت سطح جاوس عباره عن كوره صغيره كده بالمنظر ده، فلما تاخد سطح جاوس كوره صغيره بالمنظر ده كده، هيبقى فيه قيمه للشحنه جواها، يعني هيبقى فيه قيمه كيو انسايد جواها، وبالتالي هيبقى فيه قيمه للاي. عباره عن ايه قيمه الاي؟ عباره عن اللي جايه من البوينت تشارج اللي احنا اتكلمنا عليها هنا، اللي هي كي في كيو على الار سكوير. طيب تعالى على السطح الداخلي ده هنا مثلا للكافيتي، او السطح الداخلي للماتيريال، تعالى عند النقطه دي، هل هيبقى فيه قيمه؟ اه هيبقى فيه قيمه لان فيه كيو انسايد. طيب انت بتقول لي ان ده كوندكتور، تعالى في السيكنس، هل هيبقى فيه قيمه للاي؟ مفروض ان انت عندك كيو انسايد صح، بس الاجابه انه مفيش قيمه للاي. ليه بقى؟ قال لك لان الشحنه الموجبه دي عندك السيكنس ده عباره عن كوندكتور، يعني جواه شحنات سالبه، الشحنه الموجبه دي هتبدا تجذب شحنات سالبه من السيكنس من الالكترونات الحره اللي موجوده جوه، لحد ما توصل لانهي سطح؟ لحد ما توصل للسطح الداخلي للماتيريال بالمنظر ده، ويبدا يتجمع شحنه سالبه مكافئه للشحنه الموجبه دي على السطح الداخلي اللي هو ده. وبعدين لما انت تيجي تاخد سطح جاوس، هتاخد سطح جاوس وليكن مثلا هنا، فهيشمل سطح جاوس ده الشحنه الموجبه والشحنه السالبه المكافئه ليها، وبالتالي الكيو انسايد هتبقى بزيرو، وبالتالي لما تيجي تاخد سطح جاوس هنا هيبقى جوه السيكنس بتاع الماتيريال مفيش اي، لانه مفيش كيو، لان الكيو عباره عن قيمه موجبه مكافئ ليها قيمه سالبه، فالمحصله هتبقى بزيرو، وبالتالي قيمه الالكتريك فيلد انسايد السيكنس بتاع اي كوندكتور هتبقى بزيرو. ونرجع تاني للكلام اللي احنا قلناه ان ما ينفعش يكون في شحنات جوه الموصل. طيب لو احنا بقى بنتكلم على ادي بقيت، عفوا خلينا نوضحها كده اكتر. طيب لو ده افترضنا ان هو ده بقيت السيكنس بتاع الكافيتي، ده كده بقيت السيكنس بتاع الكافيتي، وانا جيت خدت جوه السيكنس اللي هو الاخضر دوت، خدت جوه السيكنس فايه لقيت ان مفيش اي، لو جيت بره وخدت بره وجيت اجيب الاي، فهلاقي ان على السطح ده السالب ده اتولد مكافئ ليه موجب الناحيه الثانيه، عشان يبقى المعدن ما حصلش فيه اي تغيير، فالسالب ده زي ما نتج عن الموجب ده شويه سالب هنا، فالسالب ده نتج بناء عليه موجب هنا على السطح الخارجي للكوندكتور. طب الموجب ده هل احطه على السطح الخارجي كده، ولا احطه جوه على الستكنس بس من جوه؟ قال لك لا، تحطه على السطح الخارجي، لان الكوندكتور ما فيش في الستكنس بتاعه اي شحنه، فهيتولد موجب بره مكافئ للسالب اللي اتولد جوه السيكنس ده على السطح الخارجي بالمنظر ده. وبالتالي لو الكره دي كانت مشحونه بشحنه كيو، فالشحنه كيو دي زادت بمقدار كيو موجبه ناتجه عن ايه؟ ناتجه مقدارها مساوي للمقدار بتاع الكيو دي، فبقت كيو زائد الكيو اللي جوه دي، فبقت الشحنه الخارجيه زادت بمقدار كيو. فيبقى كل اللي انا عايزاك تعرفه في الكافيتي عشان ما نتوهش كتير من بعض، ان لو انت عندك دلوقتي ادي الشل بالمنظر ده وده السيكنس بتاعها، وجيت انت حطيت شحنه هنا سالبه،
وكانت الكوندكتور ده مشحون بشحنه كيو، فالكيو دي قيمتها بعد ما انت حطيت الشحنه دي جوه الكافيتي هتبقى كيو ناقص كيو. طب لو الشحنه دي كانت موجبه هتبقى كيو زائد كيو وهكذا. يبقى كل اللي هو عايزه منك في كلمه كافيتي انه اول ما تحط شحنه جوه الشحنه دي بيبقى في مردود ليها مكافئ ليها بالظبط بره على الشحنه الخارجيه، بيتضاف قيمته سواء بالسالب او بالموجب. خلاص ده كده بخصوص كلمه كوندكتور ويز كافيتي. جميل، ده كده بخصوص كل القوانين اللي موجوده عندك في الشابتر واللي انا كنت عايزه اوضحها قبل ما نحل المسائل. كل القوانين دي اثباتاتها موجوده عندك في الكتاب، تقدر ترجع لها وهنبدا نشتغل بيها ونحل بيها المسائل على طول. ده كده كان فيما يخص القوانين بتاعه الشابتر ده، واعتقد ان احنا ايه وضحناها وهي موجوده برضو عندكم في الكتاب. نقدر بقى نبدا خلاص في الشيت بتاع الشابتر ده. تعالوا افتحوا الشيت بتاع شابتر 3. في شيت شابتر 3 همشي معاكم بترتيب مسائل شويه مختلف، يعني ده الترتيب اللي انا هشتغل بيه معاكم. تعالوا بقى نبدا اول حاجه بمسائل. يعني انت دلوقتي عندك انواع المسائل 3 انواع بالظبط، مسائل على الفلكس ومسائل على الالكتر فيلد للقوانين دي كلها ومسائل على الكافيتي. دي تقريبا الثلاث انواع الموجوده. فخلونا نبدا الاول بالفلكس وبعد كده دي ساعات بتدخل مع دي في نفس المساله. طيب تعالوا نشتغل على الفلكس. لو احنا اشتغلنا على مساله رقم 12 اول حاجه تعالوا نحلها مع بعض. مساله رقم 12 بيقول لي ايه؟ المساله رقم 12 دي بيديني شكل كده وبيقول لي الشكل ده تريانجولار بوكس بالمنظر ده. تمام، التريانجولار بوكس ده فيه خطوط مجال كهربي جايه كده في اتجاه افقي، ومديني البعد ده 30 سنتيمتر ومديني البعد ده 10 سنتيمتر، وبيقول لي ان قيمه المجال او الخطوط الافقي دي عباره عن 7.8 من 10 في 10 اس 4. يبقى قيمه الاي معايا 7.8 من 10 في 10 اس 4. وعايز ايه هو؟ عايز كالكوليت ذا الكتريك فلكس ثرو ذا فيرتيكال ريكتانجولار سيرفيس. احسب لي الفلكس خلال السطح الراسي اللي هو الراسي المربع اللي هو ده اللي هو اللي ورا ده. عايز الفلكس على السطح الخلفي، وعايز ذا فيرتيكال ريكتانجولار سيرفيس اند ذا انكلاين سيرفيس. عايز على السطح الراسي الخلفي والانكلاين سيرفيس اللي هو السطح المائل. يعني عايز الفلكس على السطح ده وعلى السطح ده اللي هو اللي مائل لبره ده. طيب فتعالوا نشوف هنا ازاي هنحسب الفلكس في الحالتين دول. دلوقتي الفلكس على السطح الخلفي ده هيبقى عباره عن ايه؟ احنا خدنا اول ما بدانا انه الفاي عباره عن الاي في الاي في الكوزين سيتا، صح كده؟ جميل. الاي عباره عن ايه؟ عباره عن 7.8 من 10 في 10 اس 4. والاي عباره عن ايه؟ المساحه بتاعت السطح ده اللي هو 230 و10 يبقى هتضرب ال 30 في ال 10 في 10 اس سالب 4 عشان تحول السنتي ده والسنتي ده في كوزين السيتا. السيتا هي عباره عن ايه؟ الزاويه بين خطوط المجال والعمودي على المساحه، اللي لو انا بتكلم عن فوليوم العمودي على المساحه بتاعته تبقى خارجه ازاي؟ تبقى خارجه بره حدود الفوليوم ده، فهتبقى بالمنظر ده كده. فهيبقى الزاويه ما بين الاي والعمودي على المساحه هتبقى كام؟ 180 درجه. خلاص؟ وتروح تحسب الفاي بالمنظر ده. طيب هو عايز الفاي على السطح المايل ده، الفاي على السطح المايل ده هتساوي ايه او هتبقى عباره عن ايه؟ قال لك الفاي على السطح المايل ده انت معاك الاي صح، ناقص لك الاي عشان تجيب الاي ده ريكتانجولر. تمام، فهنعمل ايه؟ هنضرب ال 30 دي في البعد ده. طب والبعد ده هجيبه ازاي؟ هو اداني الزاويه دي ب 60 درجه. خلاص، فعشان اجيب الطول ده هقول ان كوزين ال 60 دي عباره عن ايه؟ كوزين ال 60 دي عباره عن مجاور على وتر، يعني العشرة دي على قيمة الوتر اللي هو أنا عايزاه وليكن مثلا سميه واي. روح هات الواي، الواي هتبقى عشرة في عشرة أس سالب اتنين، متنساش التحويلة على كوزين ستين وطلع القيمة. خلاص، تبقى أنت كده جبت الأريا لأن بقى معاك التلاتين ومعاك طول الواي دي اللي هي دي. طيب جميل، بقى معايا الواي، ناقص لي إيه بقى تاني؟ ناقص لي الكوزين سيتا، مش الفاي، بتساوي الإي في الإي في الكوزين سيتا. جبت دي وجبت دي ناقص لي السيتا، السيتا هجيبها ازاي؟ قال لك ان الاي دي هي خطوط هوريزونتال، يعني اقدر ارسمها هنا بالمنظر ده كده. جميل، طيب وفي عمودي بقدر ارسمه على المساحه الانكلايند دي، ف
العمود يعني المساحة الانكلاين دي هيكون مثلا بالمنظر ده. طيب جميل، يعني الزاوية دي 90 درجة، اوكي، وانا عندي الزاوية دي 60 اصلا، فيبقى في زاوية بالتبادل، مش دي 60، يبقى دي في المثلث ده الخارجي ده 30، فيبقى بالتبادل مع خط الاي ده دي كمان هتبقى 30، صح؟ فيبقى دي كام؟ اللي هي ما بين العمودي على المساحة والاي 60، فهتبقى كوزين 60 درجة، خلاص؟ يبقى انا كده اقدر اجيب الفاي التانية. ده كده بخصوص مسألة رقم 12. طيب تعالوا بقى نحل مسألة رقم 17 على نفس النهج ده، بما ان احنا بقى بنتكلم عن فلوكس، فتعالوا نشوف 17 في المرة. في 17 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك كيوب، الكيوب ده ليه لينس 1 متر in the shown figure زي موضح في الشكل ده، is uniform and المجال بتاعه الالكتريك فيلد، assume the magnitude of the electric field on each face of the cube on the edge اللي بواحد متر in shown in the shown figure is uniform، المجال الكهربي اللي على كل سطح من دول uniform and the direction of the field on each face are as indicated، يعني اتجاه المجال زي ما موضح باتجاه الاسهم، وخلي بالك ان في اسهم داخله واسهم خارجه وهنقول ده بعد شويه معناه ايه. find the net electric flux، يعني هات لي الفاي المحصله through the cube، هات لي الفاي الكليه بتاعه الكيوب ده. ده كده بخصوص اول مطلوب، يبقى عايز الفاي توتال، خلاص. وتاني مطلوب عايز ايه؟ the net charge inside the cube، يعني عايز الشحنه الكليه اللي ناتج عنها الفلكس ده، خلاص. وتالت شحنه وتالت مطلوب عبارة عن، بيقول لي ايه؟ could the charge could the net charge be a single point charge، يعني هل الشحنة الكلية اللي انت جبتها دي هي شحنة وحيدة جوه، ولا هي محصلة لكذا شحنة، يعني في كذا point charge جوه، ولا هي واحدة بس، خلاص. هنشوف دلوقتي واحنا شغالين. دلوقتي لو احنا عايزين نجيب الفاي المحصل بتاع ده، هعمل ايه؟ هجيب فاي على السطح الاول، وفاي على السطح التاني، وفاي على السطح التالت، وهكذا، وهما 6 اسطر. لكل سطح هجيب الفاي بتاعته ازاي؟ هدور على الاي والاي والسيتا اللي ما بينها، او السيتا ما بين العمودي على المساحه والمجال. طيب فهنا الاريا ثابته لكل الاسطح دي، لان ده كيوب، الاريا عباره عن ايه؟ واحد في واحد في كل الحالات، فهتبقى 1 متر مربع، خلاص. وعندي ايه تاني؟ عندي خط المجال اهو مديني قيمته على كل خط، فهنا مثلا المجال ب 35، فيبقى عندي الاي، خلينا نكتبها احسن. لا، ومثلا هنفترض ان احنا هنجيب على السطح ده، وهسمي السطح ده رقم 1، خلاص، سمي السطح ده رقم 1 وهات الفاي عليه. فالفاي على السطح رقم 1 هتبقى عباره عن الاي في الاي في الكوزين سيتا، الاي هو مديها لي ب 35، خلاص، والاي ب1، والسيتا الزاويه ما بين العمودي على المساحه والاي، زي ما احنا شرحنا في الاول، ان دلوقتي انا عندي ده الخط بتاع المجال، انما العمودي على المساحه خارج بره الفوليوم بتاع الجسم، فيبقى ده العمودي على المساحه، والمجال الزاويه ما بينهم كام؟ 180 درجه، يبقى دي كوزين 180، كوزين 180 درجه، وتروح تحسب، خلاص، هتطلع بيه سالب 35. جميل. طيب وتعالى هنا على السطح اللي تحت ده مثلا، فهيبقى هنفترض مثلا ان السطح ده سطح رقم 2، لو انا هاجي اجيب الاي عليه، الاي عليه هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى الاي اللي هي ال 15 في الاريا اللي هي 1 في 1 في العمودي على الاريا دي اللي هو خارج بره الفوليوم، فهيبقى الكوزين بتاع الزاويه بين ده وده عباره عن ايه؟ عباره عن زيرو، صح؟ فيبقى كوزين زيرو هتبقى ب1، يبقى الاي هنا هيبقى ب 15، وهكذا. هروح اجيب فاي 2 وفاي 3 وفاي 4 واجمع كل الكلام ده لحد ما اجيب الفاي التوتال اللي هو عايزها، او النت فلوكس اللي هو عايزها ثرو ذا كيوب، واجمع كل دول هتطلع معاك الفاي توتال دي، هتطلع معاك ب 15 نيوتن في متر تربيع لكل كور، خلاص. دي كده القيمه النهائيه للفاي. طيب لو احنا جبنا قيمه الفاي النهائي، هو عايز ايه بقى تاني؟ بيقول لي هات لي التشارج اللي جوه الكيوب اللي سببت الفاي دي. ما هو خلي بالك، طالما في فلكس يبقى في شحنه عملت خطوط مجال، وخطوط المجال دي اخترقت مساحات، فبقى في فلكس. فيبقى انت دلوقتي عايز ايه؟ عايز الشحنه اللي سببت الفلكس ده. طيب فعشان اجيب الشحنه، من قانون جاوس كان الفاي بتساوي التكامل على السطح المغلق للاي في الدي اي، الكلام ده كان بيساوي كيو انبوت على ايبسلون نوت. جميل. معايا انا الفاي ومعايا الايبسلون نوت، اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الكيو انبوت. طيب بعدين سؤال بقى اللي هو رقم سي، وسؤال مهم جدا،
انت هتروح تجيب من هنا الكيو انبوت، هتطلع معاك بالرقم ده 1.32 في 10 اس سالب 10 كولوم. جميل، دي كده الفورم. طيب بيقول لك ايه بقى في رقم سي؟ بيقول لك كود زانيت تشارج بي سنجل بوينت تشارج، يعني هل التشارج دي ناتجه عن شحنه واحده بس موجوده جوه؟ طيب خلينا نحلل الموضوع مع بعض. لو التشارج دي ناتجه عن شحنه واحده بس، فبالتالي هتطلع خطوط المجال في اتجاه واحد بس. طيب يبقى خطوط المجال لو هي موجبه فهيبقى خطوط المجال خارجه لبره، لو هي سالبه خطوط المجال هتبقى داخله لجوه. طيب هنا انا عندي خطوط مجال، في جزء منها داخل لجوه وفي جزء منها خارج لبره. جميل، فيبقى ده معناه ان انا عندي كذا بوينت تشارج، والكذا بوينت تشارج دي اجزاء منها سببت ان خطوط المجال خارجه لبره، يعني في شحنه منها سببت ان خطوط المجال خارجه لبره، وفي شحنه ثانيه سببت ان خطوط المجال داخله لجوه. طب والقيم مختلفه ليه؟ بناء على البعد بتاع المسافه والنقطه اللي انا بجيب عندها او السطح اللي انا بجيب عنده. يعني لو الشحنه دي مش موجوده في السنتر، لو هي موجوده في السنتر فهتسبب الكتريك فيلد ثابت على كل سطح، انما هي لو موجوده على بعد معين فهتسبب الكتريك فيلد قيمته مختلفه على الاسطح المختلفه. خلاص، وبالتالي يبقى هنا هي مش بوينت تشارج واحده، هي كذا بوينت تشارج وكذا اشاره. تمام، ده كده فيما يخص مساله رقم 17. طيب تعالوا بقى نشوف هنحل ايه تاني. تعالوا نحل مساله رقم 3 مع بعض. مساله رقم 3 بتقول لي ايه؟ مساله رقم 3 بتقول لي انه انا عندي نون كوندكتنج شيت، يعني ده مش زي ما هو باين كده ان هو رود، لا ده شيت ممتد داخل وخارج الصفحه، يعني انفاينايت. خلاص، انفاينايت بلان شيت، والشيت ده مربوط فيه انزيوليتنج ثريد، يعني خيط عازل بحيث ان هو ما يوصلش شحنات من هنا لهنا، وفي كوره، الكوره دي مديني كتلتها بالملي جرام، فعشان احولها لكيلو جرام هضرب 10 اس سالب 3 في 10 اس سالب 3 تاني، فهضرب في 10 اس سالب 6 عشان احول الكتله بتاعه الكوره دي. جميل، ومديني شحنه الكوره دي ب 2 في 10 اس سالب 8، وبيقول لي كونسيدر ذا جرافيتيشنال فورس ان ذا بول، يعني افترض ان قوه جاذبيه بتاثر على الكوره دي، وهات لي ايه؟ كالكوليت ذا سيرفيس تشارج دنسيتي اوف ذا شيت، يعني هات لي السيجما بتاعه الشيت ده. واحنا قلنا في السيجما دي في شابتر 2 وفي شابتر 1 اتكلمنا ان السيجما دي عباره عن الكيو على الاريا. طيب تعالوا بقى نرسم كده الرسمه دي هنا ونشوف ازاي هنحلها بحيث ان احنا نجيب السيجما دي. لو احنا جينا رسمنا بالمنظر ده كده، ادي الشيت، ونخلي بالنا ان هو مش رود، هو شيت بس انا رسمه الثيكنس بتاعه بس. خلاص، متعلق فيه خيط بالمنظر ده، والخيط ده فيه كوره، الكوره دي ليها شحنه، ليها قيمه شحنه كيو 2 في 10 اس سالب 8، وليها كتله 1 في 10 اس سالب 6 كيلو جرام. خلاص، وبيقول لي هات لي السيجما بتاعت الشيت ده. تعالوا، وقال لي معلومه مهمه كمان اللي هو هيكونسيدر الجرافيتيشنال فورس، يعني هيفترض وجود قوه الجاذبيه، ومديني هنا سيتا، وقال لي سيتا دي تقريبا، قال لي ب 30 درجه، السيتا دي قال لي ب 30 درجه. خلاص، طيب جميل جدا. هبدا بقى انا اوزع القوه اللي موجوده هنا عشان اشوف ازاي هوصل للسيجما اللي هو عايزها دي. القوه اللي موجوده هنا، اول قوه عندي موجوده هي قوه الجاذبيه، ماس في جرافيتي. جميل، وفي قوه كمان، قوه ايه؟ قوه شد في الخيط، تنشن. التنشن ده عندي مايل، صح؟ هقدر احلله لمركبتين، مركبه كده ديت هتساوي سيتا بالتبادل اهي، هتبقى دي تي كوزاين سيتا، وهنا هيبقى في عندي تي ساين سيتا، وهنا ضروري يكون في قوه خلت ان في اتزان، لان القوه اللي في اتجاه الراس هتتزن مع بعضها، والقوه اللي في اتجاه الافق هتتزن مع بعضها، وبالتالي ضروري يكون في هنا كمان قوه. القوة دي هسميها F. ال F دي تفتكروا ناتجة عن ايه؟ ناتجة ان الكورة دي مشحونة وده كمان فيه شحنات، وبالتالي الكورة دي بتحاول شحنتها لو هي مساوية للشحنات دي تبعد عن السطح ده، لانه لو انا معلقة الخيط ده المفروض هو ايه اللي يخلي الكورة دي تبعد كده وتقف على زاوية 30 درجة وتتزن في الوضع ده؟ ما هي وقفت كده يعني اتزنت في الوضع ده. انه في قوة هنا ناتجة عن الشحنات دي مع الشحنات دي، حصل ما بينهم تنافر سببت ان الكورة دي بعدت كده وعملت قوة في الاتجاه ده. القوة دي ناتجة عن المجال اللي ناتج عن الشحنات دي، وزي ما خدنا في شابتر 2 الفورس اللي ناتجة عن المجال عبارة عن قيمة المجال ده في قيمة الشحنة بتاعت الكورة ايه في كيو. جميل، طيب لحد هنا وقفت خلاص مش عارف اجيب منين بقى السيجما دي. قالك ان انت دلوقتي عندك، طالما الكورة دي متزنة يبقى فيه اتزان في الوضع الرأسي، يبقى سمشن الفورس في اتجاه واي بتساوي زيرو،
فهيقدر فانت معاك الام ومعاك الجي، تقدر تجيب التي لان انت معاك الكوزين سيتا، فهيبقى التي كوزين سيتا بتساوي الام جي، صح كده؟ جبت التي، روح عوض بالتي هنا، فبقى معاك التي ساين سيتا. يبقى الترم ده بقى معاك لما تيجي تقول بقى سمشن الفورس في اتجاه اكس بتساوي 0، فهيبقى التي ساين سيتا بتساوي الاف، والاف دي اللي هي عباره عن ايه؟ الاي في كيو. طيب الكيو ومعايا خلاص عرفتها، اللي هي شحنه، الشحنه دي شحنه الكوره. طب والاي هجيبها منين؟ اهو الاي دي اللي هي المجال اللي هي ناتجه عن الشحنات. الشحنات انهي بتاعت الكوره؟ لا، الشحنات اللي اثرت على الكوره او على شحنه الكوره اللي هي شحنات الشيت. طب وشحنات الشيت دي عملت مجال شكله ايه؟ شكله من قانون جاوس زي ما احنا اتكلمنا عليه، اللي هو المجال بتاع النون كوندكتنج شيت، اللي هو عباره عن السيجما على 2 ابسيلون نوت. يبقى انت لما تعمل اتزان في اتجاه اكس هتقدر تجيب الفورس دي، والفورس دي عباره عن الاي في كيو معاك قيمه الكيو، تقدر تجيب قيمه الاي، وقيمه الاي عباره عن ايه؟ عباره عن السيجما على 2 ابسيلون نود. ابسيلون نود رقم ثابت 8 و 8 5 في 10 اس سالب في 10 اس سالب 12، ده رقم ثابت عندك. خلاص تبدا تعوض، فهتقدر تجيب ايه؟ قيمه السيجما. خليني برضه اقول لكم القيمة كام. هتروح تحسب قيمة السيجما، هتلاقيها 5 × 10 أس سالب 9 كولوم لكل متر سكوير، كل متر سكوير لاحظ، لأنه ده كيو على الأريا. خلاص ده كده بخصوص مسألة رقم 3. طيب تعالوا نحل مع بعض مسألة رقم 7. مسألة رقم 7 بتقول لي ايه؟ بتقول لي the electric field at a distance of علامة 1 4 5 متر from the surface of a solid insulating sphere. كلمة insulating عندي هنا دي معناها ايه؟ معناها ان الكرة دي عازلة، كرة عازلة. طيب وطالما قال sphere ما قالش shell، يبقى هي مصمتة، يبقى جواها في ماتيريال. جميل جميل. الكرة دي الالكتريك فيلد على بعد مسافة بالرقم ده من السيرفس، يعني هو مديني المسافة دي من السيرفس، فالرقم ده موجود هنا 1 4 5 من السيرفس عند النقطة دي، قيمته كام؟ قيمته 1750 لكرة الراديوس بتاعها اصلا علامة 3 5 5. يعني دي خلي بالك هنا ان هو في المسألة دي لاعب في اللفظ نفسه، يعني حاطط جملة في النص كده، هو بيقول لك ايه؟ انه المجال الكهربي على بعد مسافة 145 من 1000 من السطح بتاع كورة عازلة اللي الراديوس بتاعها علامة 3 5 5 هو 1750. يبقى المجال ده الاي دي عبارة عن 1750 عند اوتسايد ولا انسايد بقى للنون كوندكتنج سفير دي؟ هو بيقول عند النقطة دي صح، اللي هي اوتسايد. خلاص طيب لو انت كنتش خدت بالك انه هو قايل لك من السيرفيس، ان المسافه دي من السيرفيس، كنت هتفترض ان المسافه دي اقل من الراديوس، وبالتالي كنت هتعتبر القانون بتاع النون كوندكتنج اللي هو الاي انسايد مش الاي اوتسايد. فهنا التركه بتاعت المساله بقى ان تخلي بالك من نفس المساله. يبقى الاي 1750 عند مسافه او راديوس بكام بقى؟ راديوس خارجي بقى بكام؟ عباره عن القيمه دي اللي هي علامه 3 5 5 زائد علامة 1 4 5، دي كنت الـ. خلاص وعايز ايه اصلا؟ بيقول لي ايه بقى؟ assuming the sphere charge is uniformly distributed، يعني افترض انه شحنة السفير دي متوزعة بانتظام. what is the charge density inside it، عايز كثافة الشحنات بداخلها. كثافة الشحنات دي قد تعني عندك ثلاث حاجات، قد تعني عندك لامدا، وقد تعني عندك سيجما، وقد تعني عندك رو. خلي بالك ده كيو باليونت لينس، ده كيو باليونت اريا، وده كيو باليونت فوليوم. طيب هو عايز انهي واحده؟ بما ان دي نون كوندكتنج سفير، بما ان دي نون كوندكتنج، فشحنتها طالما هنا نون كوندكتنج موجوده فين؟ شحنتها موجوده في السك في الفوليوم بتاعها. وبالتالي بما ان هو قال لي ان هي نون كوندكتنج، يبقى انا فهمت ان الرو دي عباره عن كيو على فوليوم، يعني شحنتها موجودة في ما هي شحنتها مش على سطحها. لو كانت شحنتها على سطحها، يعني لو كانت كوندكتنج كنت هجيب له سيجما، بس هو قال لي ان هي نون كوندكتنج فشحنتها موجودة في الفوليوم، وبالتالي انا محتاج اجيب لها ايه؟ رو. يبقى هو عايز الرو. خلاص كالكوليت ذا الكتريك فيلد انسايد ذا سفير
calculate the electric field inside the sphere at a distance علامة 225 متر from the center. يعني عايز الالكتريك فيلد عند مسافة radius داخلي بكام؟ بعلامة 225. خلي بالك ان radius ده اقل من radius بتاع الدايرة نفسها اصلا، وبالتالي انت كده بتبقى بتجيب الاي انسايد وان ده اي اوتسايد. خلاص نجيب ازاي الرو ونجيب ازاي ده مطلوب ايه وده مطلوب رقم ايه. عشان اجيب الرو، الرو عبارة عن ايه؟ الرو عبارة عن كيو على الفوليوم. طب الفوليوم عبارة عن ايه؟ فوليوم الكورة عبارة عن 4/3 باي ار تكعيب. الكلام ده كله معايا، فمعايا الفوليوم، ناقص لي اجيب ايه؟ ناقص لي اجيب الكيو. طب اجيب الكيو اللي موجودة جوه الفوليوم ده منين؟ قال لك هترجع بقى للمعطى اللي هو ادهولك ده، ان انت معاك الاي، الاي دي اوت سايد، فالاي اوت سايد بالنسبة للنون كوندكتنج سفير عبارة عن ايه؟ عبارة عن كي في كيو كلية على الار اوت سايد اللي هي انت شغال عليها. معاك الاي دي ب 1750 ومعاك الكي ب 9 × 10^9 وناقص لك تجيب الكيو عشان تعوض بيها هنا الكلام ده على الار او الريديوس اللي هو جايب عنده الاي دي اللي هو قاله في اول المساله اللي هو عباره عن 3 5 5 زائد علامه 1 4 5. خلاص هتعرف تجيب الكيو من هنا تروح تعوض بيها هنا تجيب الرو. جميل، متفقين. طيب وبعدين عايزين نجيب الاي انسايد. الاي انسايد بالنسبه لنون كوندكتنج سفير، ما خلي بالك لو كانت كوندكتنج هيبقى مفيش شحنات موجوده جواها فهيبقى الاي انسايد بتاعتها بزيرو، صح؟ طيب الاي هنا انسايد ليها قيمه، يعني مش بزيرو، قيمتها عباره عن ايه؟ كي في كيو في الاي، حيث الاي دي البعد الداخلي اللي هو عندك ايه اللي هو عندك ده، على الار تكعيب او البعد الخارجي او الريديوس الخارجي تكعيب بتاع الكره نفسها اللي هو علامه 3 5 5. خلاص تكعيب، والاي دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى علامه 2 2 5. وانا معايا الكيو خلاص جبتها من الخطوه الاولانيه، ومعايا الكي اقدر اجيب الاي اللي هو عايزها. طيب لاحظ معايا حاجه بقى مهمه جدا، ايه هي؟ انه دلوقتي لو انا بجيب الكيو انسايد، فهنفترض مثلا ان انا شغاله الاي انسايد دي المفروض ان الريديوس الخارجي ده انا بجيب على الريديوس اقل من علامه 2 2 5، فوليكن مثلا بجيب هنا. طيب لما انا بكون بجيب هنا، مش الكيو دي المفروض ان هي اقل من الكيو الكليه اللي انا بعوض بيها لما اكون بجيب اوتسايد؟ يعني انا في الحلقه الاولانيه جبت كيو اللي هي انا حسبت عليها الرو اللي هي كيو كليه، صح؟ الكيو كليه اللي موجوده في الفوليوم الكلي اللي هي في اطار الدايره دي اللي هي موجوده جوه اي سطح جاوس خارجي برضو. طب لو انا دلوقتي بجيب الاي انسايد، فالاي انسايد مش الكيو دي المفروض ان هي كيو متوزعه في الفوليوم، فلما اخد فوليوم اقل الكيوهات هتقل معايا. يعني لو انا خدت السطح ده كده غير لو خدت سطح هنا، صح؟ هتفرق لانه بزود معايا كيوهات، فالكيو دي المفروض تزيد. قال لك بقى حاجه مهمه جدا، مهمه جدا ان انت تبقى ملاحظها، ان القانون بتاع الاي انسايد في حاله النون كوندكتنج جاي بدلاله، جاي بدلاله ايه؟ جاي بدلاله قيمه الكيو الكليه في الحجم الكلي. يعني هو جوه المسائل معوض بقيمه كيو الكليه، خلاص؟ انما في الاثبات بتبدا تظهر معاك الكيو اللي انا بتكلم عليها اللي هي على كل فوليوم انت بتاخده بتاخد معاك كيو مختلفه، فتطمن وانت شغال في المسائل اللي من النوع ده ان الكيو اللي موجوده في القانون دي هي انهي كيو؟ هي الكيو اللي في الفوليوم الكلي. القانون اصلا التعويضه اللي انت حافظها اللي هي جايه من قانون جاوس، انت معوض بدلاله انهي كيو؟ بدلاله الكيو الكليه، بس متضمن جوه القانون ده وهم بيثبتوا ايه؟ قيمه كيو جزئيه اللي هي جوه كل سطح، وعشان كده هتلاقي عندك قيمه الاي دي. دي نقطه كده يعني اوفر لو حد ايه عايز يفهم زياده. خلاص؟ طيب فمبدئيا الكيو اللي احنا هنجيبها من اول المساله هي الكيو اللي انا هعوض بيها جوه في الانسايد. خلاص ده بخصوص مساله رقم 7. تعالوا نحل مساله رقم 14 مع بعض، ومساله رقم 14 فيها 3 افكار ورا بعض، خلونا نشوف ايه هما الافكار. مساله رقم 14، مساله رقم 14 بتقول لي ايه؟ على مسافه 2/10 سم من السنتر اوف ا تشارجد كوندكتنج سفير. تشارجد كوندكتنج سفير طالما كوندكتنج يبقى شحنتها فين؟ على سطحها. خلاص، وطالما قال لي سفير وما قاليش شيل يبقى كره بصمته. خلاص، على بعد مسافه 2/10 سم من الراديوس بتاعها بتاع السفير الكوندكتنج دي اللي الراديوس بتاعها 1/10، يعني هي الراديوس بتاعها اصلا 1/10 سم. انا بعدت مسافه 2/10 عند المسافه 2/10 دي المجال ب 480، يبقى الاي ب 480
لما كانت، خلينا نسمي ان اي بعد خارجي بي، واي بعد داخلي ايه، واي بعد على السيرفيس ار او ار كابيتال، خلاص عشان ما نبقاش ايه متلخبطين وانا شغال. طيب فعند البي ب2 من 10 كانت الاي ب480، عايز ايه هو بقى؟ عايز وات از الكتريك فيلد عند مسافه 6 من 10. عند مسافه 6 من 10 خارجي عملتها بي برضو، عند مسافه 6 من 10 الاي هتبقى بكام؟ خلاص ده كده بخصوص اول مطلوب. طيب هو قال لي ان دي كوندكتنج ولا نون كوندكتنج؟ قال لي ان هي كوندكتنج، يبقى جواها مفيش شحنات. على السيرفيس في قيمه للالكتريك فيلد وفي قيمه للشحنات، وعلى الخارج في قيمه للسيرفيس، في قيمه للاي وفي قيمه للشحنات، خلاص. طيب هل هنا دي اللي هو مديها لي دي ايه؟ دي عباره عن الاي اوتسايد، لان هي اكبر من 1 من 10، مش على السيرفيس. فالاي اوتسايد عباره عن ايه؟ عباره عن قانون بيقول كي في كيو على بي سكوير. خلاص معايا انا قيمه البي سكوير، معايا انا قيمه البي اللي انا عايز اجيب عندها، و معيش كنت الاي، يعني هو عايز الاي عند بي ب6 من 10، ومعايا كنت الكي، ناقص لي بس اجيب ايه؟ ناقص لي اجيب الكيو. فاروح اجيب الكيو منين؟ اروح اعوض بالعلاقه الاولانيه اللي هو اديها لي دي، فهيبقى معايا ال 480 الاي بتساوي كي في كيو على البي سكوير. ال 480 بتساوي ايه؟ بتساوي 9 في 10 اس 9 في قيمه الكيو اللي احنا عايزين نجيبها عشان نعوض بيها في الحاله الثانيه، على قيمه البي اللي هي 2 من 10 تربيع. خلاص تروح تجيب قيمه الكيو وتعوض بيها تاني في نفس القانون ده، بس تغير البي تخليها 6 من 10 وتجيب ايه؟ الاي المكافأة. يبقى كل الفكره ان انت بتعوض في القانون ده مرتين عشان تجيب الكيو اول مره، وتاني مره بتروح مغير البي. ده كده بخصوص الجزء الاولاني. طب تعالى بخصوص الجزء الثاني. At a distance of 2 من 10 سنتيمتر from the axis of a very long charged conducting cylinder. Very long charged conducting cylinder. لاحظ حاجه مهمه جدا، انه السلندر في غالبيه المسائل اللي موجوده في الشابتر ده بتتعامل على انها رود. لما يقول لك فيري لونج ويديك ريديوس صغير ليها، فبيعاملها على انها رد وبيشتغل عليها انها رد. انما انت في الشابتر ما عندكش قانون للسلندر يحسب للسلندر نفسها، مش زي السفير، تمام؟ فهو بيقول لك ان انت عندك at a distance of 2 من 10 سنتيمتر from the axis of a very long charged conducting cylinder. هي فيري لونج يعني عايز يقول لك ان هي انها زي الرد، الريديوس بتاعها اصلا 1 من 10، يبقى الريديوس هنا 1 من 10، بس هو جايب عند مسافه 2 من 10 الاي اللي هي قيمتها كام؟ 480. يبقى الاي ب480 لما كانت البي ب2 من 10 للسلندر للريديوس بتاعها 1 من 10، هات لي وات ذا الكتريك فيلد عند 6 من 10 فروم سكس. هات لي الالكتريك فيلد بكام عند مسافه ب6 من 10. القانون بتاع دوت اللي هو القانون بتاع الرد اللي هو الاي بتساوي 2 كي في لامدا على الار. خلاص معاك انت قيمه في الحاله الاولانيه، يعني انت عايز تجيب قيمه الاي، انت عايز تجيب قيمه الاي، ومعاك قيمه الار او البعد اللي هو عندك بي. خلاص هيبقى ناقص عندك ايه؟ والاثنين كده ثابت، هيبقى ناقص عندك اللامدا. تجيب اللامدا منين؟ من الحاله الاولانيه. تروح تعوض في القانون ده، هتقول ان 480 بتساوي 2 في 9 في 10 اس 9، الكلام ده في لامدا اللي احنا عايزينها، على الار اللي هي 2 من 10. تروح تجيب لامدا اللي هي كثافه الشحنات لللينس، وهي ثابته في الحالتين. لو انت عند مسافه 2 من 10 وعند مسافه 6 من 10، فاللامدا عندك ثابته للحالتين. تروح تجيب اللامدا تعوض بيها في الحاله الثانيه عند المسافه الجديده، تروح تجيب الاي. خلاص دي كده رقم بي في نفس المساله. خلي بالك المساله دي جمعت 3 افكار. طيب بخصوص رقم سي، بيقول لك ايه في رقم سي؟ بيقول لك في رقم سي ات ديستانس اوف 2 من 10 سنتيمتر، على بعد مسافة 2 من 10 سنتيمتر from a large uniform sheet. يعني بيقول لي ان في شيت، الشيت ده على بعد مسافة 2 من 10 سنتي من الشيت ده الالكتريك فيلد ب 480. على بعد مسافة رأسية 2 من 10 سنتي من الشيت ده كان الالكتريك فيلد ب 480. يبقى الاي ب 480 لما كان ببعد اتش بكام؟ ب 2 من 10 متر. هات لي الالكتريك فيلد على بعد مسافه، على بعد اتش 1.2 من 10 سنتيمتر، الاي كان هيبقى بكام؟ خلاص. طيب الشيت عندي في الشابتر ده متقسم لكوندكتنج ونون كوندكتنج، هل هنا هيفرق معايا الشيت ده كوندكتنج ولا نون كوندكتنج؟ تعالوا نشوف كده. لو هو كوندكتنج فهيبقى الاي بتاعته عباره عن سيجما على ابسلون نوت، ولو هو نون كوندكتنج هيبقى الاي بتاعته عباره عن سيجما على 2 ابسلون نوت. طيب اجيب بقى ازاي، او ايه علاقه الكلام ده بالمسافه اللي هو مديها لي دي؟
قال لك هي المسافة دي أصلا دالة في حالة، هل هي دالة، هل هي يعني بارامتر موجود معايا في حالة هو كوندكتنج أو نون كوندكتنج؟ الإجابة لأ، لأنه هنا الإي بتعتمد على إيه؟ على السيجما بتاعة الشيت، يعني على كثافة الشحنات الموجودة على الشيت ده، وعلى الإبسلون نود يعني سماحية الهواء، ودي قيمة ثابتة، فهي إذا بتعتمد على السيجما بتاعة الشيت، فإذا الارتفاع عندي مش عامل مؤثر معايا. يعني لو أنا على بعد 2 من 10، لو أنا على بعد 1 من 10، لو أنا على بعد 5 من 5 سنتي مثلا، 5 سنتيمتر، كل الكلام ده مش هيفرق معايا البعد فيه. طيب فإذا قيمة الإي على بعد 2 من 10 سنتي هي قيمة الإي على بعد 1.2 من 10 سنتيمتر، لأنه الإتش أو الارتفاع أو المسافة مش عامل مؤثر في دلته، ولا الكوندكتنج ولا النون كوندكتنج. طب إزاي بالمنطق كده؟ تعالوا نحاول نفهمها كده بالمنطق، إنه دلوقتي أنا بعدت عن الشيت ده، ده شيت بعدت عنه ب 2 من 10، بعدت عنه ب 4 من 10، بعدت عنه ب 6 من 10، أي بعد من البعد اللي أنا بشتغل عليه ده مش بيفرق معايا؟ الإجابة إنه مش بيفرق معايا. ليه؟ لأنه الشيت اللي أنت شغال عليه القوانين بتاعته دي بتتعامل مع بلان شيت أو انفاينايت شيت، خلاص؟ والانفاينايت شيت مفروض إن أبعاده كبيرة جدا، بحيث إن الأبعاد الصغيرة اللي أنا بتكلم عليها كسنتيمترات دي ما تأثرش معايا. أمال إيه اللي يأثر معايا؟ اللي يأثر معايا إن أنا لو قلت لك طب افرض أنا بعدت 100 متر عن الشيت ده، فلو أنا بعدت 100 متر عن الشيت ده هيبقى في فرق بقى في الحالة دي. هيبقى في فرق ليه؟ لان الشيت ده بالنسبه لل100 متر ابعاده مش هتبقى انفاينايت ولا حاجه، ابعاده هتبقى صغيره، خلاص. لو انت بعد 100 متر ده بعد كبير جدا بالنسبه لابعاد شيت قد تكون مثلا بالسنتي، يعني مثلا الشيت ده ممكن يكون مثلا 1 متر في 1 متر مثلا يعني. فلو انت بعدت عن الشيت ده 100 متر، فال100 متر دول بالنسبه للشيت دول بالنسبه ل1 متر في 1 متر ده يعني كأنها بالظبط ايه قد ترابيزة. هل الترابيزة دي هتأثر على البعد المية متر ده؟ الإجابة لا. وهيفترض بقى انه بعد الشيت ده، بس خلينا نفترض ان الأبعاد دي أقل شوية، يعني مثلا عشان يبقى الكلام واقعي، مثلا ان هما 80 سنتي في 80 سنتي مثلا، يعني خلاص زي المسألة الموجودة عندك في الكتاب. فلو دي 80 سنتي في 80 سنتي، الشيت ده بالنسبة لل 100 متر ده يعتبر كأنه بوينت تشارج، وبالتالي البعد هنا في الحالة دي هيبقى عامل مؤثر معايا، لأن القانون هيبقى عبارة عن كي في كيو على ار سكوير، والشيت ده كله كأنه شحنة واحدة بس، خلاص. إنما هنا لو أنا بتكلم على الأبعاد الصغيرة اللي هي 2 من 10 سنتي و 1 و 2 من 10 سنتي، بالنسبة للشيت ده فهيبقى هي مش عامل مؤثر معايا في الدالة بتاعة أو في القانون بتاع الإي، سواء للكوندكتنج او للنون كوندكتنج. وده كان فيما يخص مساله رقم 14. طيب مساله رقم 15. طيب مساله رقم 15 بقى بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي فيها هي، بس انا هقولها عشان بعد المساله بتاعت الشيت دي، عشان عايزه ايه نقول الحته بتاعت ال100 متر دي. طيب اسكوير انزيوليتنج شيت، يعني شيت من ماده عزله، يعني شحناته موجوده في الثيكنس بتاعه. 80 سنتيمتر on a side، 80 سنتيمتر on a side is held horizontally، يعني موجود في وضع افقي. The sheet has 7.5 نانو كولوم of charge spread uniformly، يبقى over its area. طيب تفتكروا ده ايه اللي هو الدهولي؟ اداني قيمة الكيو، ما دانيش ولا قيمة السيجما ولا قيمة الرو ولا الكلام ده، لان هو وحدتها ايه؟ نانو كولوم. فخلاص فتبقى دي قيمه الكيو اللي متوزع على الاريا. لو انا عايزه اجيب السيجما اروح اقسمها على الاريا، خلاص. فتبقى الكيو دي عباره عن 7.5 نانو كولوم، جميل. طيب وبعدين وعندي ايه تاني؟ 7.5 نانو كولوم. بعدين كالكوليت ذا الكتريك فيلد ات بوينت 1.1 ملم ابوف ذا سنتر اوف ذا شيت، يعني هات قيمه الالكتريك فيلد بكام على بعد مسافة h above the center of the sheet، على بعد مسافة ارتفاع من السنتر بتاع الشيت 1.1 مليمتر. ده كده أول مطلوب. طيب وتاني مطلوب بيقول لك إيه؟ estimate the electric field at a point 100 متر above the center of the sheet، يعني هات لي قيمة الـ E بكام على بعد مسافة 100 متر، لما كان الارتفاع ده بـ 100 متر above the center of the sheet. بعدين عايز رقم C، بيقول لي ايه؟ would the answer to part A and B be different if the sheet were made of a conducting material، يعني هم بيقول لك ان الشيت ده اصلا non conducting. طب لو انت عملته conducting بقى
هل إجابة رقم B ورقم C A و B هتفرق معاك ولا لأ؟ خلاص تعالوا نشوف ونحل كده. في الحالة الأولانية هو قايل لي إن ده نون كوندكتنج، والنون كوندكتنج الـ E بتاعته عبارة عن إيه؟ سيجما على 2 إبسلون نوت، صح كده؟ سيجما على 2 إبسلون نوت. طيب السيجما أجيبها إزاي؟ اللي هي عبارة عن الـ Q على الأريا، الكلام ده هنا فيه 2 وفيه إبسلون نوت، صح؟ هروح أعوض واروح معايا الكيو خلاص بسبعة ونص في عشرة أس سالب تسعة على الاتنين في الاريا بتاعت الشيت ده، هو قايل لي 80 في 80 تقريبا أبعاده زي ده زي التاني، هو سكوير فيبقى 80 في 80 فيبقى 80 في 80 في عشرة أس سالب أربعة خلاص، في الإبسلون نوت 8 و8 5 في عشرة أس سالب 12. طب جميل. طيب هنروح تحسب الإي من هنا. طيب في حالة إن هو بيقول لي البعد ده عبارة عن، احنا بقى لما حسبنا هنا طلعت المسافة دي أو الارتفاع ده مش عامل مؤثر معايا خالص زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت، لأن الكون يا إما سيجما على 2 إبسلون نوت يا إما في حالة الكوندكتنج سيجما على إبسلون نوت. طيب فيبقى الارتفاع ده ما فرقش معايا في أي حاجة. طب لو الارتفاع مش 1/10 مللي بقى، ده هو بص هنا الارتفاع ده صغير جدا، ده الارتفاع ده 100 متر، فمش معقولة على بعد ال 100 متر لسه ال 80 سم دول هيكونوا لسه بيأثروا نفس التأثير اللي على بعد 1/10 مللي متر، أكيد في اختلاف، وبالتالي الداله اصلا هتتغير، فهيبقى ال 80 في 80 ده بالظبط كانه كتاب بالنسبه لبرج عماره مبنيه فوقيه، فهل يا ترى الشحنه الصغيره دي بالنسبه للعماره اللي فوقيها دي هتكون لسه بتاثر؟ الاجابه انه التاثير هيخضع لداله غير داله الشيت، لان الشيت ده كده ما بقاش يعتبر انفاينايت شيت، ولكن الموضوع هيخضع انه الشيت ده هيبقى عباره عن كانه بوينت تشارج بالنسبه للارتفاع الهائل ده، فهيبقى القانون اللي انت هتقدر تعوض بيه اللي هو القانون بتاع الشحنه البوينت تشارج كي في كيو على ار سكوير، حيث ار اللي هي عباره عن ايه؟ ال 100 متر اللي احنا بنتكلم عليهم دول، فهيبقى 9 في 10 اس 9 في قيمه الكيو على الاريا في قيمه الكيو على البعد اللي هو عباره عن 100 متر مربع، وتروح تحسب الكلام ده وتطلع قيمه الاي بالنيوتن لكل كول. طيب جميل جدا. بيقول لك ايه بقى؟ في رقم سي هل الموضوع هيفرق في حالة إنه الكوندكتنج شيت ده النون كوندكتنج شيت ده بقى كوندكتنج؟ تعالوا الأول نرجع لرقم بي، لو هو كوندكتنج أو نون كوندكتنج بالنسبة لل 100 متر هو أصلاً القانون ما اتغيرش، بالنسبة لل 100 متر هيبقى هو كأنه بوينت تشارج، وبالتالي رقم بي مش هتتغير في الحالتين. طيب رقم إيه؟ هل هتتغير بالنسبة للبعد ده؟ تعالوا نشوف كده حاجة صغيرة، لو أنا عندي كوندكتنج شيت فالكوندكتنج شيت شحناته متوزعه فين؟ شحناته متوزعه على سطحه، فالشحنات دي بدل ما كانت في حاله النون كوندكتنج متوزعه في السكنس اللي هو ده، فبقت متوزعه على السطح، فانت عندك سطح هنا وسطح من الناحيه الثانيه، صح؟ يعني عندك سطحين، يعني عندك كام اريا؟ 80 في 80 و 80 في 80، يبقى السيجما عندك هنا في الحالة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن كيو على 2 الاريا، وبالتالي الاي هيبقى عبارة عن ايه؟ الاي هيبقى عبارة عن السيجما على الابسلون نود عشان انت كوندكتنج. طب السيجما اصلا عبارة عن ايه؟ السيجما اصلا عبارة عن كيو على 2 الاريا في الابسلون نود، اللي هو نفسه عبارة عن ايه؟ اللي هو نفسه عباره عن اللي انا لسه حاسباه فوق اللي هو بتاع النون كوندكتنج، وبالتالي الاجابه في حاله رقم بي وفي حاله رقم بي ورقم ايه مش هتتغير، هتطلع نفس المقدار في الحالتين. خلاص الاثنين دي جت منين؟ هي مش في القانون اصلا، ولكن نتجت من هو لما قال لي كوندكتنج فانا وزعت الشحنات على السطح، بقى في سطح علوي وسطح سفلي، فبقى عندي 2 من الاريا دي. خلاص ده كده فيما يخص مساله رقم 15. تعالوا بقى نتكلم عن مسألة تانية اللي هي رقم 18. مسألة رقم 18 مسألة إلى حد ما بسيطة، بس أنا عايزة أوضح المسألة اللي بعدها أكتر منها، بس خلينا نقول دي كتمهيد. مسألة رقم 18 بتقولي إيه؟ بتقولي أسلندريكال شيل، شيل يبقى جواها فراغ، سلندر الريديوس بتاعها 7 سنتيمتر واللينس بتاعها 42/100 متر. تخيل كده الريديوس 7 سنتي صغير جدا واللينس طويل جدا بالمترات، ده بالسنتي وده بالمتر، وبالتالي السلندر دي قد اعتبرها خلاص has its charge uniformly distributed
on its curved surface، الشحنات بتاعتها متوزعه على السيرفيس بتاعها. جميل. The magnitude of the electric field at a point 19 سنتيمتر radially outward from the axis measured from the midpoint is 36. يبقى هو بيقول لي دلوقتي ان انا عندي سلندر، السلندر دي مديني اللينس بتاعها، اللينس بتاعها عباره عن 42 من 100 متر، الراديوس بتاعها 7 سنتيمتر، خلاص. وبيقول لي على بعد من الراديوس ده من نقطة مقاسة على بعد، على بعد مسافة مقدارها 19 سنتيمتر من الراديوس دوت، كانت الـ E بكام؟ بـ 36. فيبقى الـ E بـ 36 لما كانت الـ B أو المسافة الخارجية 36 كيلو نيوتن لكل كوب، خلاص؟ طيب عايز إيه بقى؟ Find the net charge on the shell، يعني اوجد لي الشحنة الكلية، الكيو الكلية على الشيل دي، وقيمة الإلكتريك فيلد، قيمة الإلكتريك فيلد at a point 24 سنتيمتر from the axis، يعني هو كان مديني الـ E، عفوا الـ B هنا، الـ B هنا بـ 19 سنتيمتر، خلاص الـ B هنا بـ 19، قيمة الـ E هي اللي بـ 36 كيلو نيوتن لكل كولوم، عايز هو قيمة الـ Q الكلية، وعايز قيمة الإلكتريك فيلد بكام لما كانت البي دي ب 24 بدل 19، تمام؟ measured radially outward from the midpoint of the shell. فهيبقى أنا عندي هنا عشان أجيب قيمة الكيو، الكيو دي جزء من اللمدة. طيب وإيه علاقة اللمدة أصلاً؟ قال لك علاقة اللمدة إن أنت السلندر دي عشان تشتغل عليها القانون بتاع الإي على بعد معين، انت ما عندكش قانون اصلا للسلندر، تمام، جوه الشابتر ده، وبالتالي هتعتبر السلندر دي كانها رد. في حالات اخرى انت هنا هتعتبرها رد، يعني هتعتبر ليها لمضه، يعني هتعتبر ليها كيو بريونت لينس. في حالات اخرى قد يطلب مني سيجما للسلندر دي، فهو مش معتبر اللينس بتاعها بس، لا هو معتبر المساحه بتاعتها بس. بس خلي بالك هنا، هو المساحه بتاعتها بس هتبقى صغيره مقارنه باللينس، وبالتالي هي هنا تعتبر ليها لامدا، وبالتالي هنا من الاقدر، يعني من الاحسن من الافضل ان انا اعتبر ان هي كانها رد. فالقانون بتاع الرد كان عباره عن ايه؟ الاي كانت بتساوي 2 كي في لامدا على ار. هو مديني الاي عند ار معينه، الار المعينه دي ب 19 سنتيمتر، والاي ب 36 كيلو نيوتن، ما تنساش تحول الكيلو ده، وال 2 كي معاك هتعرف تجيب اللامدا. جبت اللامدا، اللامدا عباره عن ايه؟ اللامدا عباره عن الكيو باليونت لينس، معاك اللينس اللي هو 42 من 100 متر، تقدر تجيب ايه؟ تقدر تجيب التشارج اللي هو عايزها في اول مفهوم في المساله دي، خلاص. طيب تعالوا كده نشوف التشارج ده بكام. طلعت التشارج دي عباره عن 9.12 من 100، لما تعوض هتلاقيها 9.12 من 100 في 10 اس سالب 7 كوب. جميل. طيب بعدين جبنا التشارج باليونت لينس، عايز ايه بقى؟ عايز الاي على بعد 24، فهتروح تجيب الاي بنفس الفكره، هتروح تعوض تقول ان الاي عباره عن 9.2 في الكي اللي هي 9 في 10 اس 9 في اللمدا اللي هي بقى المفروض ان هي الرقم ده اللي احنا لسه كنا مطلعينه من الاول اللي هي الكيو دي على اللينس ده، خلاص هيطلع معاك ب 3.8 من 10 في 10 اس سالب 7 على الار اللي هي عباره عن 24 سنتيمتر في 10 اس سالب 2، وتروح تطلع الاي هنا، الاي هتبقى عباره عن 28500 نيوتن لكل كولوم. لاحظ حاجه، لاحظ حاجه، ان دي كانها 28 تقريبا كيلو نيوتن، خلاص. فبالمقارنه وانت قريب، وانت قريب كانت 36 كيلو نيوتن، وانت ابعد طبيعي تقل. ليه؟ لان القانون اصلا الار بتاعته مالها، كل ما الار زادت كل ما القيمه اللي حصل لها ايه؟ حصل لها قلت، تمام. فيبقى في علاقه عصيه ما بين الار والاي، وطبيعي ان انت تبقى متوقع ان الرقم ده اصغر من الرقم اللي هو كان مديهولك كجيب، خلاص. ده كده فيما يخص المسألة دي اللي احنا اعتبرنا فيها السلندر ليها لامدا. تعالوا بقى ندور كده نشوف، عشان في مسألة هو اعتبر لك فيها السلندر دي ملهاش لامدا، لا ليها سيجما. زي انهي مسألة؟ زي مسألة رقم 5. مسألة رقم 5 دي في ناس بتحلها بكذا طريقة، بس انا يعني ايه هعرض عليك طريقة كده وحل بالطريقة اللي تريحك، بس المهم وصل لي في الاخر لنفس الناتج، تمام. تعالوا نشوف مسألة رقم 5 بتقول لي ايه. مسألة رقم 5
بيقول لي along straight wire has a fixed negative charge with a linear charge density 3.6 نانو كولوم لكل متر. انا دلوقتي عندي واير او سلك. السلك ده ليه كثافة شحنات 3.6 نانو متر لكل كولوم، نانو كولوم لكل متر. لو انا مش عارفة ده ايه، ابص على اليونت بتاعته. نانو كولوم لكل متر يعني شحنة لطول، فيبقى ده عبارة عن ايه؟ لمبة. خلاص، لو كانت دي سيجما كان هيقول لي ليها لكل متر سكوير، فاي ابدا اخمنها كده حتى من خلال اليونت، يعني لو انا ايه ما استوعبتهاش على طول. فيبقى اللمبه بتاعه الرد الداخلي ده عباره عن 3.6 نانو كولوم لكل متر. The wire is to be enclosed by a coaxial thin walled non-conducting cylindrical shell. يبقى هو بيقول لك coaxial دي يعني موجود، الرد ده هيكون في سنتر بتاع شيل. الشيل دي من ماتيريال non-conducting، تمام؟ هيبقى بالمنظر ده كده. non-conducting cylindrical shell الراديوس بتاعها 1.5 سنتيمتر. يبقى الراديوس بتاع الشيل دي 1.5 سنتيمتر. The shell is to have positive charge on its outside. الشيل دي مشحونة بشحنات موجبة on its outside surface with a surface charge density sigma. يعني في كثافة شحنات بالنسبة لسطح ال non conducting shell دي سيجما. خلاص. That makes the net external electric field zero. يعني اللي هتخلي ال electric field المحصل الناتج على السطح الخارجي ده بزيرو. يعني قيمة الشحنات السطحية دي مع قيمة الشحنات الداخلية النيجاتيف، لأن هو قال لي في الأول إن ده نيجاتيف، نيجاتيف كيو. هو قال ان دي نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج، نيجاتيف لينير تشارج. خلاص، فقيمه الشحنات السالبه دي وقيمه الشحنات الموجبه الموزعه على السطح بسيجما معينه على السطح الخارجي للسلندر دي هيخلي قيمه الالكتريك فلكس الالكتريك فيلد بزيرو. فهات لي قيمه سيجما دي بكام، كالكوليت سيجما دي بكام. خلاص. طيب، يبقى انا دلوقتي المساله عباره عن ايه؟ عباره عن تشارج دوت، هو مديني ليه لمبة وانا عارفه القانون بتاع الاي بتاعه. خلاص، ومديني انه مع التشارج دوت ده في شل، يعني السلندر دي ليها سيكنس. خلاص، الشل دي عباره عن نون كوندكتنج ماتيريال، السطح بتاعها مشحون بشحنات موجبه بكثافه شحنات معينه. كثافه الشحنات المعينه دي مع اللمبة المعينه دي خلت لي الاي الكلي المحصل الخارجي على السطح الخارجي للاسطوانه دي بزيرو. اوجد لي بقى كثافة الشحنات دي كانت بكام. خلاص. طيب، نحل المسألة دي ازاي؟ شوية انا هلجأ للإثبات بتاع السلندر والرد، وتعالوا نعملهم مع بعض كأننا بنثبت إثبات من اللي موجودين عندكم في الكتاب عشان نوصل لحل المسألة دي بطريقة انا شايفة ان هي ايه افضل. يعني لو انا دلوقتي هشتغل على الرد لوحده، تعال نقول فور ذا رد عشان اجيب القانون، كاني بقى بستنتج القانون اصلا اللي هو بتاع جاوس من الاول كاني بستنتجه. فانا هفترض ان موجود عندي الرد اهو بالمنظر ده، الرد ده هفترض له سطح جاوس وليكن سلندر. خلاص، وخلينا نفترض انه ابعاد السلندر دي نفس ابعاد السلندر دي. خلاص، بس مش هي دي سطح جاوس اللي انا بشتغل عليه. خلاص، وبعدين هقول ايه؟ هقول ان قانون جاوس بيقول ان الفاي بيساوي التكامل المغلق للاي في الدي اي على السطح المغلق، يعني الكلام ده بيساوي كيو انبوت على إبسلون نوت. طيب، تعالى نحل المسألة كأننا من الأول بنثبتها بنسبة القانون بتاع الرد اللي هو عبارة عن 2K في لندا على R، بثبته ده. طيب، فهعمل إيه؟ سطح جاوس ده عبارة عن استوانة، دي استوانة تخيلية، خلي بالك مش هي دي اللي موجودة في المسألة. الاستوانة التخيلية دي أنت عندك دلوقتي ده مشحون كده شحنات كده، شحناته خارجة منه في اتجاه كده، صح؟ خارجة منه في جميع الاتجاهات. طيب، فأنت عندك سيرفيس واحد أهو وسيرفيس اتنين أهو وسيرفيس ثلاثة اللي هو القاعدة. الثلاثة سيرفيس دول يعتبروا ثلاث أسطح، هبدأ أطبق عليهم القانون ده، مع يعتبروا ثلاثة إريات، ثلاث إريات هبدأ أطبق عليهم القانون ده. خلاص، فهيبقى القانون عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عن التكامل على السطح المغلق لسيرفيس واحد للإي في الدي إيه في كوزين السيتا. في حالة الدي إيه اللي هو السيرفيس رقم واحد ده، السيتا هتبقى بكام؟ العمودي على الاريا اللي هي اللي فوق دي هيبقى بالمنظر ده، واتجاه الخطوط هيبقى كده، فهيبقى الزاويه ما بينهم 90، فهتبقى دي كوزين 90.
خلاص زائد التكامل على سيرفيس 2 للاي في الدي اي في كوزين. بالنسبه لسيرفيس 2 الاي اتجاهها كده والعمودي على الاريا برضو اتجاهه كده، فالزاويه هتبقى زيرو، زائد التكامل على السطح المغلق للاي في الدي اي في كوزين بالنسبه لسطح رقم 3 العمودي على الاريا هيبقى بالمنظر ده والاي هيبقى بالمنظر ده، ففي الفراغ هيبقوا متعامدين على بعض، فكوزين دي هتبقى 90. الكلام ده هيساوي كيو انبوت، وكيو انبوت دي اللي هي الشحنه اللي موجوده جوه سطح جاوس اللي انا فرضته اللي هو المفروض الاسطوانه، صح؟ فهيبقى الكيو انبوت هنا عندي اللي هي الكيو اللي ناتجه عن اللمضه دي، صح؟ فهتبقى لمضه في لينس على ابسلون نوت. خلي بالك ان الكوزين 90 دي هتبقى بزيرو، فده الترم ده هيروح والترم ده كمان هيروح، هيفضل عندك الترم ده بس، وانت فارض سطح جاوس ده عباره عن اسطوانه قيمه الاي عليها هتبقى ثابته لكل النقط، فقيمه الاي دي هتطلع بره التكامل، ويتفضل عندك تكامل الدي اريا كوزين زيرو اللي هي بواحد، فتكامل الدي اريا هنا عندك هيبقى باريا. الاريا دي اللي هي انهي اريا؟ الاريا دي اللي هي الاريا بتاعه سطح جاوس اللي انت بتتكلم عليه، سطح صح اللي هي العباره عن الاريا بتاعه الاسطوانه اللي انت افترضت اللي انت افترضتها اللي هي عباره عن 2 باي ار ال 2 باي ار ال. خلينا نفترض ان الار دي نفس الار دي، لان الاسطوانه دي انت هتفترضها بنفس ابعاد الاسطوانه دي عشان انت في الاخر عايز توصل لنفس الاي. طيب وهقول لكم هنوصل لنفس الاي ليه في الاخر. فهيبقى الاي في 2 باي ار ال الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي لامدا في اللينس على ابسلون نوت. طير ال دي مع ال دي خلاص، هيتفضل عندك ايه؟ هيتفضل عندك ان الاي في الابسلون نوت هتساوي 2 باي ار الاي في الابسلون نوت هتساوي لامدا على 2 باي ار. متفقين لحد كده؟ لامدا على 2 باي ار. طيب تعالوا نشتغل على الاسطوانه الخارجيه دي فور ذا سلندر اللي هي الكوندكت النون كوندكتنج سلندر دي. النون كوندكتنج سلندر دي عشان انا اجيب، تعالوا ننشئ قانون للاسطوانه. لو انا هنشئ قانون الاسطوانه هفترض سطح جاوس عباره عن اسطوانه بتحيط بالاسطوانه دي اهي بالمنظر ده، ليها ابعاد نفس ابعاد دي، بس انا رسمت حاجه بسيطه كده عشان ابين لك الفرق يعني. خلاص فهنفترض ان الريديوس بتاعها نفس الريديوس ده، خلاص وهنبدا نشتغل ان انا افترضت سطح جاوس سطح تخيلي للاسطوانه دي وهبدا اشتغل عليه عشان اطلع منه الاي. لاحظ حاجه معايا بقى، انه دلوقتي هفترض سطح جاوس، فالفاي هفترض الاول قانون الفاي بتساوي التكامل على السطح المغلق للاي في الدي اي، الكلام ده بيساوي كيو انبوت على ابسلون نوت. عندك ثلاث اسطح للاسطوانه دي، سطح سيرفيس 1 سطح سيرفيس 2 وادي سطح سيرفيس 3 موجود تحت. خلاص تعالى بقى اعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه فوق ده، يبقى التكامل على سطح سيرفيس 1 هيبقى الاسطوانه الاولانيه بتاعتنا دي مشحونه شحنات كده، فبالتالي اتجاه المجال بتاعها خارج لبره منها كده، فبالنسبه للسطح الاولاني الزاويه ما بين العمودي على المساحه وخطوط المجال مالها هتبقى زاويه 90، فهيبقى الاي في الدي اي في كوزين 90 زائد التكامل بالنسبه لسطح 2 الاي مالها بالنسبه للدي اي الزاويه كام؟ الزاويه 0، يبقى الاي في الدي اي كوزين 0 ده بالنسبه لسطح 2. طيب وبالنسبه لسطح 3 الاي في الدي اي في كوزين 90، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي كيو انبوت على ابسلون نوت. طب كيو انبوت هنا بقى عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه ليها علاقه بلامدا ولا حاجه ليها علاقه بسيجما؟ هو قال لي اصلا ان انا عايز اجيب سيجما للاسطوانه الخارجيه دي، فهروح اقول ان الكلام ده عباره عن سيجما في الاريا على ابسلون نوت. خلاص السطح ده راح والسطح ده كمان راح، اتفضل معايا السطح ده سطح جاوس قيمه الاي عليه فيها في حاله تماثل، فقيمه الاي هتطلع بره التكامل، ويتفضل عندي تكامل للدي اريا كوزين 0 كوزين 0 بواحد، تكامل الدي اريا باريا، الكلام ده عباره عن سيجما في الاريا على ابسلون نوت. الاريا دي تغيرها مع الاريا دي لان هي اريا نفس الاسطوانه، صح؟ طيب لانه احنا افترضنا سطح جاوس عباره عن اسطوانه ليها نفس ابعاد الاسطوانه اللي انا عايز اشتغل عليها، وبالتالي الاريا دي هي نفس الاريا دي، فهتطير الاريتين مع بعض. جميل. وبعدين فبقى عندك عباره عن ايه؟ الاي في الابسلون نوت بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن سيجما. طب قيمه الاي دي مش هي هيها قيمه الاي دي بس باشاره مخالفه؟ قيمه الاي اللي خارجه من الشحنات السالبه دي في اتجاه هيبقى ليها مقدار هو نفس مقدار الاي اللي ناتجه من الشحنات المجابه دي. ليه؟ لان هو قال لي ان المحصله اصلا على السيرفيس بصفر، وبالتالي دي ليها قيمه مساويه لنفس قيمه دي ولكن باشاره مخالفه، فيبقى انا ضامن ان قيمه الاي دي في الحالتين دول ثابته.
وقيمة الابسلون نوت في الحالتين دول ثابتة. يبقى انا عندي لندا على 2 باي ار بتساوي ايه؟ بتساوي سيجما. يبقى من العلاقتين دول هقدر استنتج ان اللندا على 2 باي ار بتساوي السيجما اللي هو عايزها اصلا في المساله اللي هي السيجما بتاعت ده. وانت معاك اللندا ومعاك الار ومعاك ال2 باي تقدر تجيب لي ايه؟ السيجما على طول. هتطلع السيجما من هنا عباره عن 3.81 في 10 اس سالب 8 كولوم لكل متر مربع. وخلي بالك ان السيجما دي طلعها لي باي طريقه، طلعها لي باي طريقه. يعني في ناس هتشتغل انه السلندر دي برضو هجيب لها لندا، واللندا دي في الاخر برضو هرجع افكها لي كيو ولينس، وبعد ما اجيب الكيو واللينس هبدا ادخل الاريا معاهم واجيب السيجما. خلاص هات بالطريقه اللي تريحك، بس انا شفت انه ده فهمك اكتر الاثبات ماشي ازاي، وفهمك اكتر انه ازاي تجيب السيجما من خلال قانون للسلندر. لاحظ ان القانون ده مش بيشتغل في كل الحالات، هو اشتغل هنا لانه انا عندي السيجما هنا هو طلب لي سيجما، وهنا ابعاد الاسطوانه قد يعني هو المساحه هنا معتبره معايا، يعني اقدر اخدها كونسيدرد. عايز اقول ان هي كونسيدرد معايا في المساله اللي فاتت اللي احنا لسه حلينا. المساله اللي فاتت اللي هي رقم 18 كان بيقول لي ان الاسطوانه اصلا الريديوس بتاعها 7 والطول بتاعها 2 7 سم والطول بتاعها 2.4 متر. وبالتالي هنا هي كده لا محاله، هي تعتبر رد، لان بص ده صغير جدا واللينس ده كبير جدا، وبالتالي هي ايه هنا رد، انما هنا هو اعتبرها ليها سيجما، يعني اعتبر المساحه بتاعتها كونسيدرد معايا. خلاص ده كده فيما يخص المساله رقم 5 يا جماعه. ناقص لنا ايه تاني؟ تعالوا نحل مسألة رقم مسائل بقى على الكافيتي. هحل معاكم مسألة رقم 6. مسألة رقم 6 بتقول ايه؟ هولو كوندكتنج سفير، يعني انا عندي كورة هولو يبقى شل على طول. خلاص كوندكتنج يبقى كوندكتور، يبقى ليها شحنتها موجودة فين؟ في السطح بتاعها. خلاص على السطح بتاعها هولو كوندكتنج سفير، يبقى ده الثيكنس بتاعها اهو، شحنتها فين؟ على السطح. وز اوتر ريديوس ب 25 متر، يبقى هو هنا مديني اوتر ريديوس ار خارجي ب 25 متر، وانر ريديوس ب 2 متر، يبقى ار انر او ار سمول ب 2 متر. هذا يونيفورم سيرفيس تشارج دينستي ليها سيجما عباره عن ايه؟ السيجما دي 6 و 37% مايكرو كولوم لكل متر سكوير. خلي بالك انا قلت سيجما على طول لانه ايه؟ بصوا الوحده متر تربيع، فيبقى كثافه شحنات لكل متر تربيع يعني على الاريا تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سيجما. فهو بيقول ان الكره دي شحنتها كذا على السطح. خلي بالك هو ادهالك بالنسبه للسطح ليه؟ لان دي كوندكتور، والكوندكتور شحنتها موجوده فين؟ على سطحها مش في الفوليوم بتاعها، وبالتالي اداني سيجما ليها. خلاص فشحنتها موجوده على السطح بتاعها بالمنظر ده. جميل. طيب اتشارج اوف، بدا بقى يدخل معايا الحته بتاعت الكبت. اتشارج اوف نص سالب نص مايكرو كولوم از ناو انتروديوسد انتو ذا كافيتي انسايد ذا سفير. بدا يحط هنا شارج شحنتها سالبه، قيمتها كام؟ سالب نص الكيو سالب نص مايكرو كولوم از ناو انتروديوسد انتو ذا كافيتي انسايد ذا سفير. وات از ذا نيو شارج دينستي اون ذا اوتسايد اوف ذا سفير، يعني ايه هي قيمه السيجما الجديده اللي هي غير دي بقى اللي هتحصل بعد ما انا حطيت الشارج دي. فالسيجما دي هيبقى عايز سيجما نيو بكام؟ وعايز ايه تاني؟ الرقم بي بيقول لي كالكوليت ذا سترينس اوف ذا الكتريك فيلد، احسب لي شده المجال الكهربي جاست اوتسايد ذا سفير، يعني يا دوبك بره السفير هات لي قيمه المجال الاي بكام بره السفير. فطالما هو ما قاليش بره فين او جاست اوتسايد دي كانه عايز يقول لي على السيرفيس يعني. خلاص يعني عند الار اوتسايد، يعني عند الار ب 25%. خلاص وبعدين عايز ايه تاني؟ عايز وات از ذا الكتريك فلكس ثرو اسفيريكال سيرفيس جاست انسايد ذا انر سيرفيس اوف ذا سفير، عايز الفلكس او الفاي جاست انسايد، يعني كانه عايز يقول لي ان هي ايه على الريديوس السمول اللي هو الداخلي او الانر ريديوس اللي هو 2 متر، عايز الفاي عند جاست انسايد ذا انر سيرفيس. طيب تعالوا نشوف نحل المساله دي ازاي. هو بيقول لي ايه في المساله دي؟
بيقول لي ان انا دلوقتي السفير دي كوندكتنج، وكن يعني عايز يقول لي ان الحاله دي بتاعت الكوندكتور ويز اكافيتي زي ما احنا فاكرين من القانون اللي قلناه في الاول. فكوندكتور ويز اكافيتي ده كان بيحصل فيه ايه؟ كان بيحصل فيه ان انا اي شحنه بحطها جوه بتاثيرها بيتضاف على الشحنات اللي موجوده بره، يعني المفروض ان الشحنات اللي موجوده بره دي تقل بمقدار الشحنه اللي انا دخلتها جوه دي، وتقل ليه؟ لان هي اشارتها سالبه، لو كانت اشارتها موجبه كانت هتزيد، خلاص كانت الشحنه الخارجيه هتزيد. فتمام كده. طيب لو انا عايز اجيب اي سيجما، اي سيجما عباره عن ايه؟ عباره عن كيو على كيو على الاريا، صح كده؟ جميل. طيب فانا لو انا عايز السيجما دي نيو، فالكيو دي هي كمان هتبقى كيو نيو. كيو نيو بعد ايه؟ بعد ما انا حطيت الشحنه دي جوه. فالشحنه النيو دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الشحنه الاولد ناقص الشحنه اللي اتحطت جوه دي. طيب يبقى انا محتاجه اجيب الشحنه الاولانيه، يبقى هاجي على سيجما اولد اللي هو الدهري دي، واقول ان السيجما اولد دي عباره عن الكيو على الاريا. الاريا كانت عباره عن ايه؟ الاريا عباره عن اريه السطح. طب وانهي سطح؟ السطح الخارجي اللي اتوزعت عليه الشحنات اللي هو انهي الار اللي هي الار دي. فيبقى هيبقى عندي السيجما اولد دي عباره عن 6، يبقى اذا 6 و 37 ده عباره عن الكيو اللي انا عايزه اجيبها اللي هي كيو اولد على الاي اللي هي عباره عن ايه؟ 4 باي ار سكوير اللي هي 25 من 100 متر سكوير. خلاص روح هات الكيو اولد. الكيو اولد دي طلعت بكام؟ تعالوا نحلها بالارقام عشان ايه الموضوع يبقى واضح معايا. الكيو اولد دي طلعت معايا ب 5 في 10 اس سالب 6 كون. 5 في 10 اس سالب 6 كون. طيب جيت انا عملت حطيت شحنه جوه سالبه، فبقت الكيو نيو بقى هتبقى عباره عن ايه؟ الكيو نيو هتبقى عباره عن 5 في 10 اس سالب 6 زائد السالب نص مايكرو كولوم ده، يعني كاني بقول هتبقى عباره عن 4 ونص في 10 اس سالب 6 كولوم دي كيو نيو. روح بقى احط كيو نيو دي على الاريا اللي هي نفسها اللي هي دي، هتجيب ايه؟ هتجيب السيجما نيو. فالسيجما نيو عندك هتساوي 5، لما تعوض هتطلع معاك 5.73 من 100 في 10 اس سالب 6 كولوم لكل متر سكوير. جميل؟ متفقين. ده كده بخصوص اول مطلوب. طيب هو عايز الالكتريك فيلد جاست اوتسايد ذا سيرفس. عشان انا اجيب الالكتريك فيلد جاست اوتسايد ذا سيرفس بعد ما حطيت دي، خلي بالك، فعشان اجيب الالكتريك فيلد جاست اوتسايد، فالالكتريك فيلد هو عباره عن الالكتريك فيلد خارج شل عادي خالص بقى، هيبقى كي في كيو على ار كابيتال سكوير. خلاص بس كيو دي ابني كيو بقى، خلي بالك الكيو دي كيو نيو، تمام؟ فهيبقى 9 في 10 اس 9 في قيمه الكيو نيو اللي هي 4 ونص في 10 اس سالب 6 على قيمة الار سكوير اللي هي بكام؟ اللي هي ب 25 من 100 تربيع. جميل؟ طيب رحنا جبنا كده قيمة الاي، عايز قيمة الفلكس. عشان اجيب قيمة الفلكس بعمل ايه؟ الفاي هي عبارة عن ايه؟ الفاي هي عبارة عن تكامل للاي في الدي اي اللي هو بيساوي كيو انبوت على ايبسلون نوت من قانون جاوس، صح كده؟ جميل. طيب طيب انا دلوقتي عايزه الفلكس. الفلكس عباره عن الشحنه اللي موجوده جوه. طب انا عايز فين؟ عايز جاست انسايد. فجاست انسايد يعني انا واقف فين؟ يعني انا واقف هنا تقريبا، صح؟ فانا واقف هنا تقريبا، في عندي شحنه كيو انسايد. اه في عندي شحنه كيو انسايد بكام؟ بسالب نص في 10 اس سالب 6 على الابسلون نون، يبقى سالب نص في 10 اس سالب 6 على 8 اي 8 5 في 10 اس سالب 12، وروح طلع القيمه بتاعه الفلكس. خلاص دي كده مسألة كانت على الكافيتي. تعالوا نشوف مسألة تانية على الكافيتي بيحل فيها ان اللي جوه ده اصلا عبارة عن سفير، والسفير دي بعد شوية هيبقى ليها شحنة خارجية هتمثل بالنسبة لي بعد شوية كافيتي. تعالوا نشوف كده المسألة دي. مسألة رقم 19. في مسألة رقم 19 بيقول لي ايه؟ أسوليد كوندكتنج سفير اوف ريديوس 2 سنتيمتر. أسوليد كوندكتنج سفير، طالما قال لي سوليد يبقى مش شل خلاص، يبقى مصمطة من جواها. الريديوس بتاعها 2 سنتيمتر، هاز ا تشارج اوف 8 مايكرو كولوم، a conducting spherical shell of inner radius. تعالوا نحط radius بقى عليهم، دي ليها radius r. ال radius r ده عبارة عن 2 سنتيمتر،
وقيمة الشحنات اللي موجودة على الكوندكتنج سفير دي، خلي بالك ان دي كوندكتنج، كوندكتنج يبقى شحنتها موجودة فين؟ شحنتها موجودة على سطحها. خلاص الكيو بتاعتها اللي موجودة على سطحها دي عبارة عن 8 مايكروفول. جميل. طيب وبعدين بيقول لي كوندكتنج سفيريكال شيل، في شيل بقى من ماتيريال كوندكتنج، يعني برضو شحنتها موجودة على سطحها. خلاص الشيل دي الريديوس بتاعها 4 سنتيمتر، يبقى الار كابيتال دي هنسميها 4 سنتيمتر، يبقى هنا في ار كابيتال ب 4 سنتيمتر واوتر ريديوس ب 5 سنتيمتر، يبقى هنا هو عايز يقول لك ان في سيكنس دي 4 ودي تقريبا 5. خلاص يبقى ار انسايد، خلينا نسميها ار انسايد، وفي ار اوتسايد ب 5 سنتيمتر. بعدين عايز ايه؟ اس كونسنتريك ويز ذا سوليد سفير، يعني عايز يقول لك ان السفير دي موجوده في السنتر بتاع السفير الكبيره دي. وبعدين عايز ايه؟ فايند ذا الكتريك فيلد، نسينا جمله، ويز ذا سوليد سفير هاز ا تشارج اوف سالب 4 مايكرو كولوم. الشحنات بقى بتاعه الشيل دي عباره عن سالب 4 مايكرو كولوم. الار هات لي الالكتريك فيلد عند كذا ار بقى، هات لي قيمه الاي عند كذا ار، عند ريديوس ب1 سنتي وريديوس ب3 سنتي وريديوس ب4.5 سنتي وريديوس ب7 سنتي، حيث ان الاراد دي كلها متقاسه من السنتر بتاع الشكل ده كله على بعض. خلاص تعالوا نشتغل الكلام ده، الكلام ده تطبيق مباشر على الكافيتي. خلاص عايز منك ايه؟ عايز منك ان انت تبقى واخد بالك جدا من كلمه كوندكتنج وكلمه كوندكتنج اللي موجوده هنا برضو. لو انا شغاله هفصل بقى، يعني وانا بحل المساله دي المفروض ان ده كوره مشحون سطحها، بعد شويه بالنسبه للشله دي هتبقى دي عباره عن الشحنه اللي جوه الكافيتي، خلي بالك من الجزئيه دي. خلاص بس هو في الاول بيخليك تحل عند ريديوس واحد كان هي دي كوره لوحدها، فانت هتفصل بقى هتنسى ان انت عندك اصلا بره. فهو خلي بالك، تعالى نقسم الريديوس ده، الريديوس ده ب2 سنتي والريديوس ده ب4 سنتي والريديوس ده ب5 سنتي. خلاص فلما يقول لك عند واحد يبقى انت شغال فين؟ جوه هنا، يعني جوه الكوندكتنج سفير. طب هل جوه الكوندكتنج سفير سيكل الالكتريك فيلد؟ ما احنا قلنا شحنتها موجوده فين؟ شحنتها موجوده على سطحها، وبالتالي عند ريديوس ب1 سنتيمتر الاي بكام؟ الاي بزيرو انسايد ذا كوندكتور. طيب تعالوا نشوف عند ريديوس ب2 سنتيمتر ب3 سنتيمتر ب3 سنتيمتر دي تلاتة. خلاص عند ريديوس ب3، فانت ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الاثنين او ما بين الجزء الاحمر ده وما بين الاربعه دي، فانت عند تقريبا المنطقه دي. لو انت شغال على ريديوس 3 فانت عندك كيو تعتبر ايه؟ تعتبر كيو اوت سايد للكوندكتور. خلي بالك انت لسه ما دخلتش في الشل في اي حاجه هنا، فعند ريديوس ب3 سنتيمتر الاي عندك هتبقى اي اوت سايد للكوندكتور سفير، سفير بقى مش شل، فهتبقى عباره عن ايه؟ كي في كيو على البي سكوير، صح؟ هتبقى 9 في 10 اس 9 في قيمه الكيو اللي هي بسالب 8 مايكرو كولوم دي، هي سالب ولا موجب؟ هي موجب، موجب 8 مايكرو كولوم، يبقى موجب 8 في 10 اس سالب 6 على البي او البعد الخارجي، انا اقصد بالبي بعد الخارجي بس مش اكتر. البعد الخارجي هو عايزه ايه؟ 3 سنتيمتر، يبقى 3 في 10 اس سالب 2 الكل تربيع. خلاص روح هات الاي اوتسايد ذا كوندكتور. جميل. طيب تعالى هو عايز ايه؟ عند 4.5، يعني بص بقى هو ولا عايز عند 4 ولا عايز عند 5، يعني ولا عايز عند الانر ريديوس بتاع الشل ولا الاوتر، لا عايز في السيكنس. طب هي الشل دي الماتيريال بتاعتها ايه؟ الشل دي الماتيريال بتاعتها كوندكتور. طيب وطالما الماتيريال بتاعتها كوندكتور يبقى شحنتها موجوده فين؟ اللي هي السالب 4 دي شحنتها موجوده على السطح الخارجي، والشحنات جوه مفيش. خلاص يعني محصله الشحنات جوه مفيش، وبالتالي الاي عند 4.5 لما ار ب 4.5 الاي بكام؟ بزيرو، لان احنا انسايد ا كوندكتور، جوه كوندكتور. يبقى كلمه كوندكتور دايما بتعني عندي ان الشحنات داخله بكام؟ بزيرو. الشحنات بتكون موجوده فين؟ على سطحه بس. طيب لو انت عايز عند 7، فلو انت عند 7 بقى هنا بقى دخلت الحته بتاعه الكافيتي، لو ار ب 7 سنتيمتر فانت عندك دلوقتي شحنات بتاعه الشل، والشحنات دي، الشحنات دي مالها بالنسبه للشل؟ الشحنات دي بالنسبه للشل
تعتبر كأن دي كافيتي وشحناتها هتنعكس وتكون موجودة بره، فالشحنات اللي موجودة بره هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى كيو عبارة عن الكيو دي اللي هي 8 مايكرو كولوم زائد السالب 4 مايكرو كولوم دي، يبقى سالب 4 مايكرو كولوم، يبقى الشحنة الكلية هتبقى 4 مايكرو كولوم في الخارج. خلاص لما اجي بقى اجيب الاي اللي ناتجة عن ال4 مايكرو كولوم دول على بعد مسافة 7 هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى كأني شغالة شلة عادي، هتبقى كي في كيو على ار سكوير او على البعد الخارجي بقى سكوير اللي هو عبارة عن ال7 ديت اللي احنا بنتكلم عليها، فهتبقى 9 في 10 اس 9 في 4 مايكرو كولوم، يبقى 4 في 10 اس سالب 6 على الار اللي هي 7 في 10 اس سالب 2 الكل تربيع. وهنا المسألة دي وضحت كل نقطة من النقط دي شكل الالكتريك فيلد عندها هيبقى عامل ازاي. راجعوها كويس جدا لان هي ايه متضمنه الكافيتي ومتضمنه فكره كمان الكوندكتور ومتضمنه فكره السفير ومتضمنه كذا فكره مع بعضها. طيب تطبيق بقى على المساله دي كمان، تعالوا نحل مساله تاني اللي هي بعدها اللي هي رقم 20 اللي هي اخر مساله. مساله رقم 20 بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي فيها في مساله رقم 20 a solid insulating sphere، يعني انا عندي كوره سوليد بس الكوره دي بقى المره دي عازله، يعني شحنتها موجوده فين؟ شحنتها موجوده في الانسايد بتاعها. يعني لو جه قال لي هنا هات لي عند اقل من الاي دي هيبقى في قيمه للاي، تمام؟ طيب فبيقول لي سوليد انزيوليتنج، سوليد انزيوليتنج سفير، يبقى ادي الكوره اهيت سوليد يعني جواها ماتيريال، انزيوليتنج يعني نون كوندكتنج. خلاص الراديوس بتاعها الـ A ديت عبارة عن 5 سنتيمتر، كاريز أنيت بوزيتيف تشارج، الشحنات بتاعتها موجبة، الـ Q دي عبارة عن 3 مايكرو كولوم. خلاص يونيفورملي ديستريبيوت ثرو اوت اتس فوليوم، خلاص انت قلت لي اصلا ان هي انزيوليتنج فانا عرفت ان الشحنات بتاعتها متوزعه فين في الفوليوم بتاعها. خلاص كونسنتريك ويز ذس سفير، كونسنتريك ويز ذس سفير از ا كوندكتنج سفيريكال شيل ويز ان الراديوس 10 سنتيمتر، يبقى مع السفير دي بيقول لك ان هي موجوده في السنتر بتاع شل الانر راديوس بتاع الشل ده 10 سنتيمتر، يبقى ار انر ب 10 سنتيمتر، هو مديها لي خلاص رمز لي بيها الرمز بي، يبقى البي دي 10 سنتيمتر، والسي اللي هي الاوتر راديوس بتاع الشل ده البي وده السي، السي عباره عن 15 سنتيمتر as shown in the figure having Q، الكيو بقى بتاعه الكوندكتور ده، خلي بالك ان ده نون كوندكتنج انما السفيريكال شيل دي كوندكتنج، فشحنتها موجوده على سطحها، الشحنات بتاعتها دي عباره عن سالب 1 مايكرو كولوم. بريبير ا جراف، هنا الطلب مختلف بقى شويه، بيقول لي اعمل لي كيرف او جراف، اعمل لي جراف، الجراف ده بيوضح لي الماجنيتيود بتاع الاي عند قيم راديوس مختلفه تتراوح من 0 ل 25 سنتي متر. يعني انت عندك اقل حاجه هنا الاي ديت هو مديها لك بخمسه ودي ب 10 ودي ب 15، هو عايز من 0 ل 25 شكل الجراف هيبقى عامل ازاي. خلينا نرسم الجراف كده واحنا شغالين هنقول كل نقطه فيها نجيبها ازاي. بصوا كده الجراف ده هيبقى عباره عن علاقه ما بين الار اللي هي البعد والاي. خلاص طيب البعد بين الار والاي ده بيعتمد على القيم المختلفة للR اللي هي نقدر نقسمها لA أول حاجة، وبعد الA دي هيبقى في عندي قيمة للB، خلي بالك إن دي 5 ودي 10 ودي تقريبا 15 وهو عايز لحد العشرين، C دي اللي هي 15 وهو عايز لحد 25، يعني عايز تقريبا للنقطة دي أو الأبعد منها شوية. خلاص طيب عند كل نقطة من دول هنعمل حد فاصل كده ونبدأ نتخيل قيمة الA عند كل نقطة من دول هتبقى عاملة إزاي أو هتيجي إزاي. لو انا بتكلم دلوقتي ان انا شغاله اقل من الاي، يعني انا شغاله على راديوس اقل من الاي، يعني انا جوه هنا، فهتفترض ان انت اقل من الخمسه، هل اقل من الخمسه انت عندك قيمه للاي؟ الاجابه اه، لان دي نون كوندكتنج سفير، فطالما نون كوندكتنج سفير يعني شحنتها متوزعه في الفوليوم بتاعها، وبالتالي عند اي فوليوم جوه هنا انا كل ما اخد سطح مغلق لجاوس، كل ما اختار سطح جاوس سيرفيس، كل ما هلاقي فيه قيمة كيو انسايد كل ما هيبقى فيه عندي قيمة للمجال، وقيمة المجال في الانسايد كانت العلاقة بتاعتها عبارة عن ايه؟ الاي كانت عبارة عن كي في كيو في الاي على الار تجعيد. معلش بقى يعني حاولوا تفتكروا معايا الرموز، الاي دي كانت عبارة عن المسافة انسايد، مالهاش دعوة بالاي دي، انا بدي لك القانون العام خلاص، سميها اي اكس، سميها اكس خلاص.
فالاكس ديت اللي هي المسافه اللي جوه اللي انت هتجيب عندها اللي هي اقل من الراديوس الخارجي، والراديوس الخارجي ده اللي هو انا اقصد بيه هنا عندي ايه تكعيب. خلاص الايه تكعيب بالنسبه للدايره اللي هي الحمراء اللي جوه دي، او الكوره الحمراء اللي هي الايه النون كوندكتنج سفير. طيب فانت عندك اكس دي، يعني افترض مثلا ان هو مدي لك ان الاي دي 5 وانت عايز تجيب الاي انسايد يعني اقل من 5 يعني على بعد مسافه 3، فلو دي 3 دي اللي هي 5 والكيو عندك زي ما هي. خلاص اللي هي اي كيو بقى اللي هي كيو بتاعت الفوليوم كله، خلي بالك مش كيو دي بس، لان انا سبق ووضحت الكلام ده في المساله في مساله فاتت ان كيو اللي جوه القانون دي هي كيو كليه مش الكيو الجزئيه بتاعت الفوليوم الصغير اللي انا باخده. خلاص جميل. فلو انا بجيب الاي انسايد هيبقى في ليها قيمه، اه فعلا في ليها قيمه. طيب الكيو دي ثابته على اي اي انسايد، يعني عند 1 او 2 او 3 او 4 لحد قبل الخمسه بحاجه بسيطه، الكيو دي ثابته والكي دي كمان ثابته والاي دي ثابته اللي هي 5. ايه المتغير معايا؟ الاكس دي. فيبقى انا دلوقتي كل ما انا بزود 1 2 3 1 2 3 4 5 عمال يزيد معايا ايه؟ عمال يزيد معايا ده. طب وده بيزود معايا في الاي ولا لا؟ اه بيزود معايا. طب هل ده قيمه لينير ولا قيمه اس تربيع مثلا؟ لو كانت اس تربيع كان الشكل بتاعها هيبقى شكل كيرف، انما بما انه دي اكس بس يعني داله خطيه، فاذا شكل الداله هيبقى تزايديه، نتيجه التزايد ده هيزود معايا الاي والتزايد ده هيبقى تزايد خطي، فهيبدا من الزيرو لحد ما يوصل لقيمه معينه. القيمه المعينه دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن كي في كيو على الاي تربيع، لانه هنا في الحاله دي هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي الاي على السيرفيس لنون كوندكتنج. فتعالوا بقى نجيب القيمه دي لوحدها، لانه هنا هبدا احط القيمه دي بكام. فالاي على السيرفيس لنون كوندكتنج هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن كي في كيو على الاي تربيع. الكي في كيو على الاي تربيع دي روح احسبها، معاك انت قيمه الكيو ومعاك قيمه الاي، خلاص هتروح تحسبها هتلاقيها ب 10 و 8 من 10 في 10 اس 6 نيوتن لكل كون. خلاص فهبدا احط الرقم ده هنا 10 و 8 من 10 في 10 اس 6. خلاص كده وصلنا لحد النقطه دي. طيب تعال هنكمل من بعد الايه بقى. من بعد الايه هيبقى فيه قيمه شكلها عامل ازاي؟ قال لك من بعد الايه هيبقى انت ليك علاقه بالشل دي؟ لا لسه ماليش علاقه، انا من بعد الايه كاني شغال اوتسايد انون كوندكتنج سفير، اوتسايد انون كوندكتنج سفير. طيب القانون بتاع الاي اوتسايد للنون كوندكتنج سفير كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن كي في كيو على البي سكوير او البعد الخارجي سكوير. خلي بالك ان ده اي بعد يتراوح بين الاي والبي. خلاص طيب فخليني مثلا افترضه ار كابيتال، فالبعد اللي بيتراوح الار كابيتال دي بتتراوح ما بين الاي والبي، يعني من الخمسه للعشره دي، وده يعتبر اوتسايد ذا نون كوندكتنج سفير. طيب كل ما انت زودت دي كل ما ايه حصل؟ كل ما قيمه ده قل، صح؟ يعني الداله هنا ما بين اي وبي داله شكلها ايه؟ تناقصيه ولا تزايديه؟ زود الار يبقى الاي يحصل لها ايه؟ الاي تقل. وخلي بالك ان الكيو ثابته معاك والكي ثابته معاك، يبقى البارامتر الاساسي اللي بيعمل داله معايا هنا هو الار، فكل ما ده زاد كل ما ده قل، يبقى الداله دي هتقل بناء على داله تربيعيه، فهيبقى شكلها كيرفلينير مش هتبقى لينير زي دي كده، وبالتالي هتقل لحد ما توصل لقيمه معينه هروح احسبها من خلال القانون ده. فهروح احسب الاي اوتسايد دي عباره عن كام عشان ارجع احط هنا بنقط كده على التدريج ده على قيمه الاي دي هتساوي كام. فهتبقى عباره عن كي في كيو على البعد الخارجي، ابعد بعد خارجي اللي هو البي. خلاص فهيبقى كي في كيو على البي سكوير، هتروح تحسبها هتلاقيها ب 2.7 من 10، انا طبعا حسبتها قبل كده فعشان كده بقول لك الرقم على طول، 2.7 من 10 في 10 اس 6 نيوتن لكل كون. طبعا اقل من دي 10 ودي 2 وشويه، فهتبقى 2.7 من 10 في 10 اس 6 نيوتن لكل كون. خلاص ده احنا كده ما بين الاي والبي. طب تعالى بقى تعالى دور على السكنس ما بين البي والسي. هل ما بين البي والسي في شحنه؟ خلي بالك معايا ان دي كوندكتور. خلاص فما بين البي والسي مفروض انه بيحصل الظاهره اللي احنا اتكلمنا عليها، ان الشحنه الموجبه اللي هنا بتاخد شحنات سالبه من هنا وتوديها على السطح ده لحد ما الشحنات السالبه دي تبقى مكافئه للشحنات الموجبه اللي هنا، ويبقى السطح اللي انت خدته في السيكنس ده المحصله بتاعه الكيوهات اللي عليه واحده سالب وواحده موجب، فالمحصله بزيرو، وبالتالي انت جوه كوندكتور اصلا مش محتاج تفهم كل ده، فجوه كوندكتور او ده التفسير يعني انه ليه جوه الكوندكتور الشحنه هتبقى بزيرو، مع ان انا حاطط هنا
شحنه، فهيبقى عندي هنا ما بين البي والسي الشحنه او الرسمه بتاعت الكيرف هيحصل لها ديكي كده، ويبقى القيمه بزيرو، لان الاي انسايد اكوندكتور بكام؟ بزيرو. خلاص، فالكيرف هيوصل لقيمته المينيمم وهيبقى القيمه بزيرو. طيب وبعد كده انت عندك لو وصلت بقى من بعد السي لاكتر بقى، ما هو قال لك السي دي 15 وانت عايز توصل لحد 25، فكل ما انت عمال تبعد عن السي ايه اللي بيحصل؟ انت كده بقيت بره الكافيتي، فبقى كان عندك شحنه انت هنا اصلا مقدارها سالب 1 مايكرو كولوم، صح؟ في قيمه ليها هنا السالب 1 مايكرو كولوم دي اتاثرت بانهي شحنه؟ اتاثرت بال 3 مايكرو كولوم دي. خلاص، وبقى انت عندك الكوره اللي هي نون كوندكتنج دي كانها انزيوليتنج سفير، كانها عفوا تشارج جوه السفير، النون انزيوليتنج دي او نون كوندكتنج سفير دي كانها تشارج جوه كافيتي، فالتشارج او الشحنه الكليه الثلاثه دي هتنعكس تاثيرها بره، فهيبقى عندك انت سالب 1 زائد 3، فهيبقى عندك الشحنه الخارجيه بره هنا عباره عن 2 مايكرو كولوم، دي الشحنه اللي انت هتبدا تشتغل عليها 2 مايكرو كولوم. وكل ما انت بتبعد بقى، كل ما بتتبع انهي قانون؟ بتتبع القانون بتاع الشل العادي اللي هو كي في كيو على البعد الخارجي سكوير، فسميه مثلا بي سكوير ولا سميه واي سكوير، سميه اي بعد، البعد الخارجي ما بين سي وال25 اللي هو عايز يفرض عندها اللي هي ال25 دي، سميته انا البعد ده واي. خلاص، المتغير معاك ايه؟ الكيو دي خلاص انت ثبتها ناتجه من الكافيتي اللي هي عباره عن السالب 3 دي زائد السالب 1 دوت، يطلع في الاخر دول 2 مايكرو كول، فالكيو دي معاك ثابته، الكي معاك ثابته، ايه المتغير معاك من السي لحد الواي، من السي لحد ال 25 اللي انا افترضته ان هو رمز واي، القيم دي كلها عماله تتغير، فكل ما زودتها كل ما ايه حصل؟ كل ما ايه حصل؟ كل ما الاي دي قلت. طب خلي بالك انت دلوقتي هنا هتقل من اول فين اصلا؟ لازم تحسب عند السي نفسها، خلاص؟ فروح احسب الاي عند السي اللي هو اوتسايد، جاست اوتسايد ذا شيب، فالاي دي هتبقى كي في كيو على السي سكوير، خلاص؟ فهتطلع القيمه دي معاك ب 8 من 10 في 10 اس 6، خلاص؟ فيبقى انت عندك هنا قيمه مقدارها عند 8 من 10 تقريبا، عند 8 من 10 هتبدا من عند السي، وتبدا ال 8 من 10 دي كل ما انت عمال تزود السي دي، يعني السي دي في الاول هنا كانت بكام؟ كانت ب 15 في 10 اس سالب 2 تربيع، صح؟ ال 15 دي بعد شويه بقت 16، بعد شويه بقت 17، بعد شويه بقت 18 وهكذا، فكل ما انت عمال تزود ده كل ما ده بيحصل له ايه؟ بيقل، بيقل عن طريق ايه؟ عن طريق دالة تربيعية، يبقى هتبقى كيرف لينير، يبقى هتبقى بالمنظر ده كده. خلاص؟ يبقى هتبقى بتقل، بتقل بالشكل ده كده. خلاص؟ ولكن الرقم هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 8 من 10 في 10 أس. خلاص؟ دي كانت آخر مسألة معانا. أنا طبعًا يعني في حاجات بسيطة جدًا، مسائل بسيطة جدًا ما حلتهاش معاك، بس أنا واثقة إن أنا حليت معاك نفس فكرتها ويمكن الأصعب منها. لانه لو في مساله صعبه وسهله فبحل معاك الاصعب يعني. ده كده فيما يخص مسائل شابتر جاوس. خلاص، احنا كده نهينا مسائل شابتر 3. ان شاء الله هيبقى لو في فيديو تاني هينزل، هينزل بقى باذن الله عن شابتر 4. خلاص، انا كده خلصت معاكم المسائل. اتمنى ان شاء الله اشوفكم على خير في الكليه باذن الله قريب، وما نحتاجش للوضع بتاع الاونلاين ده، واتمنى تكونوا كلكم بخير وبالتوفيق يا رب ان شاء الله للجميع. السلام عليكم.